صباح الخير لكم مشاهدينا لليوم الاثنين وين ما كنتوا عم بتابعونا دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان. صبحية جديدة وأطلال جديدة، أمل جديد وإيجابية أيضا جديدة بهذا الأسبوع اللي إن شاء الله بيحمل لكم كلكم وين ما كنتوا موجودين، يحملكم كثير من السعادة والفرح، يحملكم كثير من تحقيق الأهداف اللي عبالكم تحققوها أو الأحلام أو حتى بعض الأمور مهما كانت بسيطة. وشو حلو إنه نتمسك بأمل، أمل لو كان صغير لو كان بسيط لو كان أيضا ضعيف، نبني على أيامنا ويومياتنا ليلنا ونهارنا. شو حلو أنه نتمسك بهذا الأمل لحتى تكون أيامنا أجمل، يكون إلى طعمة، يكون إلى لون، وأيضا يكون إلى فايدة. نحن وياكم لليوم مشاهدين على موعد مثل كل يوم مع مجموعة من الضيوف، مجموعة من المواضيع وأطلالي على مختلف الأنشطة المتنوعة الموجودة على الساحة اللبنانية. لليوم بصبحيتنا ضمن أولى لقاءاتنا رح نروح إلى الفن التشكيلي وإلى عالم النحت، تحديدا مع الفنان التشكيلي والنحات الفراتي جمعة الناشف، لحتى نضوي على معرضه الجديد اللي بيحمل عنوان خربشات خلف القماش. من خربشات القماش ومن التشكيل والنحت منروح نحن وياكم إلى صلب المجتمع وإلى معاناة يومية بيعاني منها المجتمع اللبناني، واللي هو موضوع السجون، الظلم اللي بيلحق بعض المساجين. طبعا عم نحكي من الشيء اللوجستي والاجتماعي. بينضم لنا لنحكي أكثر عن هذا الموضوع الأسيس فريد لحود، وهو المرشد الروحي ومسؤول العلاقات العامة للشؤون القانونية بالسجون وعضو الهيئة الوطنية أيضا للسجون. كيف عم بيشتغلوا مع المساجين؟ شو هي أبرز المعطيات الجديدة بهذا الإطار؟ سوا بنتعرف عليها بصبحيتنا. أيضا الممثلة والمخرجة رين صعب بتنضم لنا لنحكي عن عمل الجديد بيحمل عنوان فلتاني. شو هو هذا العمل؟ شو هي تفاصيله؟ شو هو موضوع المسرحية؟ بالإضافة للممثلين وبالإضافة لمختلف تفاصيل العمل ضمن لقاءاتنا. أيضا نحن وياكم نروح إلى موضوع صحي اجتماعي، وتحديدا التصلب اللويحي، هذا المرض اللي فعلا عم بيكون خليني أقول يعني عم بيكون موضوع شائك وموضوع علامات استفهام عند كتير من الناس. رئيسة الجمعية اللبنانية لمرضى التصلب اللويحي جين خير الله كوسا بتنضم لنا لا تعطينا تفاصيل عن أبرز المستجدات بهذا الموضوع. وأخيرا ختام مسك لليوم ضمن عالم الشعر، الشاعر صالح شمس الدين بينضم لنا لحتى نتصفح نحن وياه إصداره الأخير اللي بيحمل عنوان حصاد الشباب والمناسبات. هول هن ضيوفنا لليوم، وهذه هي مواضيعنا مشاهدينا. طبعا مجموعة من التقارير، أحوال الطقس، أحوال الطرقات، بالإضافة إلى فقرات رياضية تعودتوا عليها. والبداية من أحوال طرقاتنا اللبنانية، زحمة السير مع بداية الأسبوع مباشرة من غرفة التحكم المروري. بينضم لي الأستاذ أمين عبد العال. صباح الخير. صباح الخير، يعطيك ألف عافية. يعافيك. يعني من المتوقع دايما كل يوم تنين تزايد بزحمة السير، يا ريت تعطينا تفاصيل أكثر. أكيد مثل العادة بنبدأ بالمدخل الشمالي، عم بكون الحركة ناشطة اليوم من نهر الكلب وصولا لدبي. من بعد جسر الفهود عم بلش الحركة تصير كثيفة باتجاه النقاش لأنطلياس، طريق البحرية أيضا حركة كثيفة كالمعتاد، أنطلياس الساحة باتجاه الأوتوستراد أيضا حركة كثيفة وصولا لجل الديب للأشغال. من بعد الأشغال عم تصير الحركة ناشطة باتجاه نهر الموت للدورة، عم بيضغط السير على جسر الدورة، بترجع تكفي ناشطة على الكارنتينا باتجاه شارل الحلو، رجع بتصير كثيفة حركة السير على شارل الحلو وصولا لصيفي حتى الوصل التجاري. بالفرس ان الفيل حركة كثيفة على الإشارات باتجاه الصالومة، كفي أيضا كثيفة من الصالومة باتجاه الحايك وصولا لجسر الوافي، عم تصير حركة ناشطة. مدخل الجنوبي حركة كثيفة جدا على المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا، كان عنا سيارة معطلة على جسر الكولا، متكفي حركة ناشطة من الكولا باتجاه كورنيش المزرعة، وكثيفة على جسر الكولا باتجاه السائل سليم حتى الأنفاق. مدخل الشرقي حركة ناشطة من الجمهور باتجاه اليرزي وصولا للصياد، كفي ناشطة من الصياد باتجاه سراد الرئيس لحود لتصير كثيفة على سراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا، جسر الفجو باتجاه الأشرفية حركة سير طبيعية، جسر العدلية باتجاه الأشرفية حركة كثيفة، من العدلية باتجاه المتحف حركة سير ناشطة،
من المتحف باتجاه البربير حركة سير طبيعية، من قصص جدة عمر بيهم باتجاه تقاطع بشار الخوري حركة سير كثيفة. أشرفية تقاطع تبريز باتجاه برج الغزير حركة سير طبيعية إلى ناشطة. الكفة لعرج السرين أيضا حركة ناشطة، وصولا لبرج المر بتصير حركة كثيفة باتجاه شارع الحمراء الرئيسي. فنش البحري عن المريسي حركة كثيفة باتجاه فينيسيا وناشطة باتجاه النادي العسكري، وكثيفة باتجاه الحمراء من عن المريسي. هذا كل شيء بالنسبة لحركة السير. أول شيء بد من إشارة أنه سوف يتم منع السير على المسلك الغربي من الساعة على جل الديب الساعة 10 مساء لحتى الساعة 5 صباحا، وسوف يقسم المسلك الشرقي إلى قسمين بحيث يصبح مسلكين شرقي وغربي. بالنسبة لإحصاءات الحوادث، سجل عنا 7 حوادث نسجل عنه للأسف قتيل و6 جرحى. بالنسبة محاضر السرعة الزايدة اللي صدرت عن قولها من الداخل ب 24 ساعة الماضية 1267 محضر. ومنرجع منذكر التواصل معنا بغرفة التحكم المرور 917-20، متابعتنا على السوشيال ميديا تويتر @TMC لبنان، فيسبوك غرفة التحكم المروري، وأكيد الابليكيشن TMO لبنان. هيدا كل شيء. شكرا لك استاذ امين عبد العال على كل المعلومات عن طرقاتنا اللبنانيه بهذه الصبحيه. يعطيكم الف عافيه بغرفه التحكم المروري واسبوع موفق. بدي اتمنى لكم مشاهدينا عم نتابع سوا بفقراتنا وبرنامجنا مباشره الى عالم الرياضه مع الكوتش ثائر حسكور. مشاهدينا من عالم الرياضة عودي لنتابع نحن وياكم بقية فقراتنا لليوم، مجموعة من الفقرات المتنوعة بانتظاركم، وأيضا مجموعة من الضيوف اللي صاروا جاهزين باستديوهاتنا رح يطلوا عليكم تباعا. ولكن بهذا الوقت مثل ما تعودتوا دايما مباشرة إلى مطار رفيق الحريري الدولي وتحديدا إلى مصلحة الأرصاد الجوية بينضم لنا أستاذ وسام عبد الله. صباح الخير. ألو؟ إيه؟ صباح الخير أستاذ وسام. إيه صباح النور، بس هيك عم الصوت عم بيكون كتير كتير وقت لما عم بطلع على التي في. الو ايه الو عم تسمعني هلا منيح؟ ايه بس انا لما بطلع على اونلاين كثير الصوت عم بيكون سيء. نحن هلا عم نسمعك بوضوح استاذ وسام. ايه يعني بس الصوت واضح عنا، تفضل. ايه هلا الصوت انتو عم بيكون خفيف شوي. نعم انت على الهواء استاذ وسام. نعم انت على الهواء، تفضل. تفضل. بالنسبه للحاله العامه نحن هلا عم نشوف طقس عم بيكون طقس خريفي عم بيسيطر على الحوض الشرقي المتوسط. نعم. نتيجة منخفض جو عم بيكون مسيطر فوق قبرص أكثر شيء. بالنسبة لطقسنا اليوم حيكون غائم جزئيا، بتحول. نعم. مساء إلى غائم. وحيصير في عنا تساقط لشوية أمطار أكثر صوب المناطق الشمالية. نعم. الثلاثة بنرجع لحالة بطقس حيكون شوي ماطر. حيصير في عنا أحيانا بتكون مترافقة ببرق ورعد. والامطار اكيد ما حتكون يعني انه قويه، بس انما بدل موجوده باطار معين، يعني باطار ما يتراوح ما بين الوسط والخفيف. نعم. واكيد حيصير في عنا انخفاض بدرجات الحراره خاصه بالمناطق الجبليه. نعم. الاربع كمان بكفي طقسنا بالاطار، بدنا ضمن باطار طقس خريفي بطقس غائم، حيصير في عنا انخفاض اضافي بدرجات الحراره. وكمان حيصير في عنا امطار مستمره بترافقها احيانا ببرق ورعد. نعم. بالنسبه لدرجات الحراره عنا اياها اليوم على الساحل من 18 ل 30، بالجبال من 13 ل 24، بالبقاع من 13 ل 29. نعم. رياح سطحيه جنوبيه سرعتها من 10 ل 25 كيلومتر بالساعه، رؤيه جيده على الساحل بتسوق على المرتفعات بسبب الضباب. نعم. رطوبه من 60 ل 80%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حراره الماء 26 درجه. نعم. والضغط الجوي 1017 اكتو باسكال. هيدي اجمالا الحاله العامه اللي متوقعينا اليومين لقدام. نعم، بدي اقول لك شكرا استاذ وسام عبد الله على كل هذه المعلومات بصحيتنا، يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيك. شكرا دائما على كل المجهود الصباحي اللي بتقدمه. مشاهدينا عم نتابع سوا لقاءاتنا الحواريه بتنطلق، ولكن بعد هذا البريك. مشاهدينا عودة لكم من جديد، برحب فيكم وطبعا التحية الصباحية لكل انضموا لنا بهذا الوقت، على أمل دايما تكونوا عم تستفيدوا وتستمتعوا برفقتنا. لقاءاتنا الحوارية لليوم التنين بتنطلق، وتحديدا من عالم المسرح مع عمل مسرح جديد بيحمل عنوان فلتاني، رح ينلعب باثنين ثلاثة واربعة وخمسة تشرين الثاني على مسرح المدينة. كل التفاصيل عن هذا العمل مع المخرجة رن صعب. صباح الخير. صباح. أهلا وسهلا فيك المخرجة والممثلة طبعا بالعمل. أول شيء ألف مبروك.
ميرسي الله يبارك فيك. يعني دائما بنسال عن المسرح واهميه المسرح وضروره يعني يكون في عنا اعمال مسرحيه، قديش مهم يكون في عنا استمراريه للاعمال المسرحيه رين؟ اكيد كثير مهم اول شيء المسرح، لانه بينقل صوره الواقع بطريقه كثير حلوه، او بيعالج قصص نحن عم نجرب نلاقي لها حلول، او اتليست عم يطرح هيدي الاشكاليات اللي عنا اياها. فالمسرح هو طريقه فنيه حلوه، ضاحكه، ساخره، مبكيه بعض المرات. فكتير حلو انه نروح نشوف حالنا، نضحك على حالنا، نبكي على حالنا، او نضحك لغيرنا نبكي على غيرنا. فهيك بنكون عم نواجه حالنا بس بشكل انه كانه مرايه عم نشوف حالنا. ضروري نتفاعل مع هذا المسرح بغض النظر شو هذا التفاعل تبعنا، كان ايجابي او سلبي. قديش بعده المسرح اليوم بيعبر عن الناس، اقل المسرح اللبناني اليوم كمهتم حضرتك بهذا المسرح، قديش بعده مسرحنا بيعبر عنا، بيعبر عن هواجس الشعب، خاصه انه بنشوف يعني الاقبال مش يعني الاقبال المطلوب او قدر التوقعات على المسرح بشكل عام. اوكي، هلا انا رح اعرضك بشغله صغيره، انه انا بالنسبه لي الاقبال صار كثير منيح على المسرح. وصرت كذا مره مكررتها انه نحن الحمد لله المسرح بألف خير كثير كثير منيح، لانه انا بعطيك عن اكسبيرينس شخصيه، يعني انا قدرت احجز مسرح، اخذت معي كثير وقت، كثير فتشت، كثير تعبت، لانه المسرح مفول بلبنان، فمعناتها انه نحن عندنا اقبال كثير كبير لهالقد عم نشتغل مسرح عم بارلال. واكيد بعده المسرح قادر يعبر عنا بطريقه كثير منيحه. من عندي انا كل سنه عم جرب اطرح مشكله عندي على المسرح، اطرح قصص عم بتصير بالواقع، لا اطلع احطها على المسرح، عم اقول لك يمكن مش دائما بنعالجها لهالاشياء، بس على الناس بنطرحها. وطبعا هو المسرح دائما عنده طرح لهيدي القصص، غير عن الحروب اللي مرقت وغير عن الاشياء اللي قطعناها، بس دائما عنده بيتناول المشكله وبيطلع بيعرضها عليها. دائما في اشكاليات، دائما في علامات استفهام، ودائما في اوقات يعني اذا بيقول في حلول، اوقات في حلول، اوقات في عنا فتح الافاق يعني لاكثر. في حلول نحن بنكون بنعرفها بالحياه، بس انه بس نشوفها بيتغير، عم اقول لك مثل مرايتك، يعني لما انا اجي اقول لك وما بيتغير شيء، بس لما تشوف حالك على كبير اكيد بيتغير عندك. شو المشكله اللي نقلتيها لخشبه المسرح بهيدي السنه بعملنا القادم؟ انا ما حقول لك مشكله وحده نقلتها على هيدا المسرحيه، بهيدي المسرحيه فلتاني هي حاله بالمجتمع. هي نقلت مجتمع كله لعندي على المسرح هالمره، مجتمع مع شرقيته، مع ثقافته، مع مجتمعاتنا اللي كانت مجتمعاتنا اللي عم تختلق هلا، الجمعيات اللي عم نشوفها هلا، الاشكاليات اللي عم نطرحها بالحياه، النقط اللي عم نقدر نغيرها، عم نضلنا نفتش نفتش وما عم نقدر نتخطيها، فكلهم حملتهم على مسرحي، بس طبعا بضمن قالب يعني بقصه انا طرحتها على هيدا المسرح لفرجي هالنقط واقدر اعالجها بالاخر اذا قدرت اعالجها. شو فلتاني؟ مين فلتاني؟ يعني شو السؤال الصحيح قدام هيدي العباره؟ عم تحكي عن شخصيه، عم تحكي عن فكره، عم تحكي عن مجتمع، عن مين عم تحكي؟ قلت لك هي فلتاني ممكن تكون حاله، ممكن تكون فكره. فلتاني هي نظره كل انسان من حسب ثقافته، شرقيته. لمين؟ لو كان للشخص اللي هو عم يقيموه بهذا الشكل. اوكي، هي شخص حامل شنطه سفر وفالي من هذا المطرح، منين جاي، كيف جاي، لوين جاي، لانه حتبلش بشكل كثير غامض ما حنفهمها غير لتخلص، هي مين ومنين جايه. حامله شنطه سفرها وبغراض بقلبها، غراض بالنسبه لها هي غراض كثير تافهه. بس كل انسان حتوقف على ثلاث مطارح، كل انسان بحسب هو شو بيعرف، حسب علمه، حسب تقاليده، حسب عاداته، حسب كيف تربى، حسب كل شيء، رح يقيم هالغراض اللي هي بقلب الشنطه، اللي هي بالنسبه لها تافهه، بس بالنسبه له هو بيحكم عليها من هالاشياء اللي موجوده معه. يعني هون نقل صريح لمجتمعنا اللي بيحكم على الناس، وخاصه على المراه بكثير من الظروف، من رؤيته الخاصه هو، يعني فيها تكون اشياء بسيطه لا تعني شيئا، ونحن كثير بنصدر احكام والى اخره. قديش اليوم قديش المسرح عنده هذا الدور بانه يفرجينا حالنا، مثل ما قلتي هيدي المرايه، ولكن بنفس الوقت يقلنا انه هيدي حالنا اللي عم نشوفها مش مظبوطه؟ هو اكيد دوره كثير 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 كبير، لانه اليوم عم نركب تركيبه كامله من الاول للاخر، حبكه كثير مشدوده. يعني انا اليوم بس تروح لعندي على المسرح رح تقلي ران انه ما تركتي شيء ما حكيتي عنه، رح اقول لك صح، لانه بموضوع المراه اليوم في ألف طريقه وألف علاج. يعني مش بطريقه غلط، لانه هن غراض. انا ما عم اقول لك انه شيء ما حكيت عنه بطريقه انه يلا بدي احط لك قصص، هن غراض رح يوصلوك لنتائج. مش انه يعني انا بقصد، وفي اثنين بوستر للعمل، بوستر بصوره امراه، لا هول الممثلين اللي معي بالعمل، هي ايفونا هيدي سالي اللي هي البطله، سالي هي اللي حامله الشنطه زلفه، صح.
وهن هول الناس اللي حتمرق ستوبس يعني في غيرهم ماسلين بعض بس هو النقط الاساسيه. هذا البوستر الاساسي. طريقة اخذ الصوره بخلينا نستوحي كل شخصيه من معقول تكون، يعني شفنا زلفا شفنا بقيه الشخصيات، قديش في اتقان بهذا العمل، كل شخصيه رسمتيها لوحدها، في كاركترات يعني بالاخر. بلا في اسالك انا انت شو اوحت لك زلفا؟ زلفا هي الحشوره اللي بتعرف كل شيء ولا تحكي عن كل شيء، شو بتعرف كل شيء تحكي عن كل شيء بس ما رح تعرف هي وين حتكون. يعني مزبوط يمكن هيك، بس ممكن قلك يعني انه في 50% بس تليفون اللي هو موجود، مش تليفون حشرية او تليفون بيت او تليفون اي شيء عادي. قد ايه بتشتغلي على تركيب كل شخصية لوحدة؟ حقلك انه انا صار لي 3 اشهر عم مرن على المسرحية، ولانه بعت حالي انه انا درست مسرح وفهمت اهمية المسرح وعرفت قديش الشخصية بدها شغل وقديش لازم اقنع حالي اقدر اقنع الببليك اللي عندي بالكاركتر اللي بده يلعبه. فلهيك كتير بحب اشتغل على الكاركتر، كتير بحب اعطي وقته، والناس اللي معي كتير بيعطوني من وقتهم، كتير فاهمين العمل المسرحي، كتير ملتزمين مع العمل المسرحي. فمشان هيك في الانسجام بيناتنا بخلينا انه عن جد كتير نشتغل لنطلع النتيجة اللي بدنا إياها. تماما. الناس بتسمع كتير رن عن موضوع الكاركتير يعني، وبتعرفي الناس بتهتم بموضوع الدراما والمسرح وبتحب تتابع وتعرف. صح. وبنسمع كتير ممثلين واشتغلنا على هيدي الكاركتير أو مخرجين، أو شو يعني اشتغلنا على كاركتير؟ فينا نفسر للناس كيف يعني؟ يعطينا كاركتير من الناس بركي زلفا إذا بدك، مع أنه حكينا عن زلفا، شو يعني اشتغلنا، شو يعني خلقنا هيدا الكاركتير؟ اوكي هلا ما حفي احكي عن الكاركترز كثير بحكيك عن سالي اللي هي رايحه على لانه اذا قلت لك عن زلفا او عن اي شخصيات رح اقول لك هي وين رايحه سالي. تماما. بس سالي هي شخص عم يتصارع مع هذا المجتمع او عم يجرب شخص ثورجي، ببعض المحلات بيضعف، بعض المحلات بيوقع، بعض المحلات بجرب يمزح ينكت يسخر يعني كاي شخص بتحسه انه هو قد حاله قادر يجاهد بالمجتمع بس عنده كاركتره الخاص فيه. كيف يعني بنشتغل على الكاركتر؟ يعني بنقعد سيشنز قبل ما نبلش نلقط النص، قبل ما نبلش نقوم بدنا نمثل، بنجرب نحن نخلق الكاركتر، نشتغل على انه اشياء امبروفيزاسيون، انا عم بعطيكم هلا هيك، اعتبري حالك انت هيك، فرجيني كيف بدك تشتغلي، بشرح لهم هي حدا اجى من هون اشتغل هيك، بيو كان هيك، اما كانت هيك، بنجرب نفوت بالكاركتر يعني نلبس الكاركتر مظبوط، يعني خلفيه كامله او تعطي المثل الخلفيه الكامله يعني. لنبلش وانا مش دغري بلقط نص ويلا قوموا نسمع، لا بنلقط النص وبنعيد. قديش ممثل عنده دور يعني؟ قديش بده يقرا؟ قديش بده يتابع؟ قديش يعمل الريسيرش الخاصه فيه لحتى كمان هو يكون فاعل باظهار كاركتر معين؟ اكيد بده يعمل كل شغله كامل مش بس لحاله يعني. انا وهن لنقدر نوصل لنتيجه بدنا نعطيها، والا ما بنوصل لنتيجه ما نعطيها، لا هو رح يستمتع ولا نحن نحس حالنا انه عملنا شيء كثير حلو. تماما تماما. تعودنا كثير على المسرح اللي بوصل رسائل، ولكن بنفس الوقت مسرح مضحك يعني، بيضحكنا بيسلينا وفي رسائل. بعتقد من انجح انواع المسرح اللي عليها اقبال بكل العالم، مش بس محليا. قديش مسرحك هو في من الاثنين، في من الكوميك وفي من في اذا بدي اقول كمان من دراما اللي احنا بنعيشها يوميا بحياتنا؟ أنا دايماً بكل مسرحياتي بجرب قد ما فيي ركز على أنه دايماً يكون عندي كوميدي، لأنه دايماً بقول أنه ناس شبعت تبكي وشبعت تراجيدي وشبعت هيك، فبوصله اللي بدي وصله بس بشكل مضحك مرات أو ساخر مرات. صحيح. بهيدي المسرحية بلاك كوميدي ما حقلك أنه عندي تراجيدي، ما عندي أشياء ممكن تخلي الإنسان كتير يبكي، بس في كتير أشياء رح تدق فينا لأنه كتير مجسد واقع نحن عم نعيشه، حالات كتير عم تمرق. لما قلت لي عجقة من شوي، أنا ما قصدت عجقة أحداث وعجقة قصص، ولكن هي الواقع تبعنا عجقة عجق أوجاع يا ران. يعني أنا حضرت فيلم مؤخرا يعني كل شيء في عجقة أوجاع بالكرة الأرضية بركي موجودين فيه كمان، مشاوات من زيادة على الناس. أنا حضحكك بالأوجاع اللي أنت عم تحضرها يعني، أنا ما رح بكيك عليها لأنه أنا رح أضحكك بشكل ساخر يعني. أنت بتضحك بس أول ما تخلص الضحكة بتقول كان كتاب بتضحك على حالي يعني. اول ما تطلع لبرا بتضحك وترجع بتتذكر انه عن جد نحن هيك عايشين، بس انه منيح اللي ضحكنا عليهم ونحن ما ضلنا عم نبكي عليهم، لانه اذا ضلينا عم نبكي ما بنغير، بس اذا ضحكنا حنقدر نغير. تماما تماما. خليني احكي شوي عن التحضيرات، كيف كانت التحضيرات، الاجواء بين بعضكم، بركي بعرف شوي عن ديكور، عن الاضاءه، على كل هيدي اللعبه كيف صارت كل الاشياء. اول شيء بدي اقول انه نور رجب هي اللي كتبت لي المسرحيه، وهي نور من لما خلصت هالقد رخيص السنه الماضيه كانت بلشت عم تشتغل معي لحتى نقدر نوصل نسلم النص، يعني بدك تقول سنه تقريبا هي عم تجرب تشتغل على هذا النص لنوصل له. هي شخص ذكي كثير شاطر مبدع، انا بقول لها شابو بقى لنور رجب.
وانا عندي ورك شوب اكسبرس اند امبرس وهن ممثلين معي بهذا الورك شوب صار لهم سنه وشوي تقريبا. فاساسا انتم فنحن سوا ومعي بس شخص هي بتدرس باللبنانيه والباقيين كلهم من عندي من الورك شوب. فكلنا كنا على التزام وعلى نفس الموجه ومستعدين نشتغل. حبيت هذه معي شخص بس بيدرس باللبنانيه، لنا زمان ما شفنا بالاحوال، لنا زمان ما شفنا طلاب مسرح على خشبه مسرح او بدراما يعني. فهذا شيء هن اللي عندي بالورك شوب اللي معي اتليست بالمسرحيه ناس منهم بعد كثير عندهم. بس انه نحن بلبنان مثلا عمول سينما احسن لك انك تعمل مسرح، هيدي بتطعمي خبز هيدي ما بتطعمي خبز فيك تشتغل. اوكي فهني ناس حبوا كتير يعملوا مسرح بس الظروف حكمت عليهم، راحوا للحمد لله انه رجعنا لقوا بعدين على موهبتهم. الحمد لله انه رجعوا لقوا طريقه انه ينفسوا فيها، ومشان هيك عم تشوف كتير ورك شوب صار بلبنان. صحيح. خلينا بكل الاحوال انا وياكي ومشاهدين نتابع الفيديو الترويجي للعمل ومن بعد بنرجع لنتابع حديثنا. رن غموض، في غموض بالاعلان الترويجي، سمعنا الصوت، شفنا الاشياء عم تتبعثر اوقات، عم تتجمع اوقات ثانيه، مقصود هذا الغموض اللي عم تطرحيه وهالقد رح تكون غامض العمل المسرحي لنوصل لختامه؟ يعني احنا بحاجه نحضره من اوله لاخره لنفكك كل الرموز. اوكي. قلت لك هي حامله شنطه وقاطعه بمطار. تماما. حتوقف على ثلاث ستوب. ديفرنت ستوب، مش نفس الشيء. اوكي. فكل حدا رح يحللها من وجهه نظره او مين هن هو العالم اللي حتروح لعنده. الاعلان بالنسبه لي اذا ما كان غامض او اذا ما خليك تفكر ما بيوصل لمحله، ما بيخليني انا يعني ما بيستفزني لروح شوف شو عم بيصير بطبيعه الحال يعني. صحيح. فقلت لك في شغله صغيره حتضلك معلق فيها بالاول تشوفها وتنطر لتخلص، لما لامرق هالمطارح رح تفهم كل شيء واضح، رح يوصلك الجواب على كل شيء بدي اقوله. بس رح تعرف تربط القصص من الاول للاخر لتفهم هو وين كانت وهي منين اجت وشو. تماما. رن، المسرح اللبناني والعربي بشكل عام حكي منيح عن موضوع المراه، يعني عالج المراه، انحكى كثير عن موضوع المراه، الميديا بشكل عام كثير ايضا بتتطرق الى موضوع المراه بغض النظر يعني شو الهدف واذا عم نوصل لهدف او لا. شو الجديد بفلتين يعني؟ هل رح يتعالج الموضوع نشوف شيء جديد ولا لا ضمن النمطيه اللي تعودنا عليها انه المراه هي المظلومه وهي يعني لا حول ولا قوه والمجتمع كله عم يضغط؟ باي صوره رح تقدمي لنا المراه؟ اكيد يعني انا اخذ مبادره واطلع اعمل اعرض عمل عن المراه اكيد ما حقدم شيء ديجافيو، شيء كليشيه، شيء ما حاطلع. قلت لك انا ما عم ببكي، قلت لك ما عندي تراجيدي وما عندي اوجاع. انه انا قلت لك المره اللي عندي ثورجيه، ثورجيه بمعنى انه هي حدا بده يناضل بده يوقف. قلت لك ما راح نشوف هني كيف بيحكموا عليها، بس هي حدا كثير مرتاح يعني، حدا عايش. ما حاحكي كثير ديتيلز، ما بدها ديتيلز، بس راح نشوف انه ابدا ما علشتها بالشكل الكليشيه، ابدا ما علشتها. حتى عم لك انه في كوميدي، في سلاسه، في سخريه، بس اللي رح تستغربوا انه شيء يمكن انا اللي قلته على مسرحي، شيء بمطرح انه بده جرأة، بده قوه لانه حدا يطلع ويقوله على صوت عالي، انا طلعت وقلته على صوت عالي، لانه انا نقطه معينه بالمجتمع تبعنا بشوفها كثير ناقصه وهي لازم نعالجها. يعني هذه الثوره اللي موجوده بشخصيه المراه رح نشوفها اكثر ضمن هذا العمل. مثل ما قلنا ب 2 3 4 و 5 تشرين ثاني رح تكون العروض على خشبه مسرح المدينه. بطبيعه الاحوال الاختيار بعتقد صائب جدا، هذه المره خشبه مسرح المدينه، هذا المسرح اللي هيك بيضوي بمجرد ما نسمع اسمه. خبريني عن الحجوزات، عن الناس كيف عم تتفاعل، السوشيال ميديا اليوم كيف فيها الناس تشوف صفحتكم لحتى تتواصل معكم اكثر؟ اول شيء نحن مثل ما قلت من 2 3 4 5 تشرين الثاني بساعه 8:30 مسرح المدينه، الحجز بتيكتينج بالليبراري انطوان بكل فروعها، او بدقوا على 0370921 كمان هي تنحجز عبر ليبراري انطوان. سوشيال ميديا عنا الايفنت في مسرحيه فلتاني انستغرام، او فينوا فوتوا على اكسبرس اند امبرس اللي هو الورك شوب تبعي، بلاقوا كل الايفنت، كل البوسترز، كل شيء خاصه بالسوشيال ميديا موجود عليهم، كل الديتيلز رح يكونوا موجودين. بس انا بدي اتشكر الممثلين اللي موجودين معي طبعاً. اذا في مجال طبعاً بالمسرحيه طبعاً. كارين عساف، تريس يونس، عمر بعايج، وتشمعون، ممدوح درويش، فوزي صالح، داريا بركات، جلال يزبك، بدي اتشكرهم لانه يعطيهم الف عافيه على التعب اللي عم يتعبوا معي، وعلى خلينا نقول كمان على الروح الحلوه اللي مثل ما ذكرت، لانه لو ما هن ولو ما تعبوا معي انا ما كنت هون. اكيد. بعد فلتاني بلشت تحضري العمل الجديد ولا لا؟ هلا يعني بعدنا بس يعني فوكس على هلا انا ريحت الكاتبه لفتره انه
احنا بلشنا هلا بالتمارين، هلا هي بتكون عم تحضر هلا عم بتحضر سي سي. نحن بانتظارك دائما ران بكل هذه الاعمال الهادفه، هذا المسرح الهادف اللي فعلا في رساله وفي جماليه ممتعه ايضا ضمن هذا المسرح، وهذا دائما بنفتش عليه بلبنان. جمهور اللبناني اللي شوي شوي يرجع اكثر يحب مسرحه ويرجع لمسرحه اكثر. لما نقول عم نحكي عن مسرح، عم نحكي عن هذا المسرح الهادف، هذا المسرح اللي دائما بيوصل رساله بطريقه جدا ذكيه وجدا حلوه. اهلا وسهلا فيك الممثله والمخرجه ران صعب، شرفتينا، الف توفيق بعملك الجديد في الثاني، وان شاء الله مزيد من الاعمال والنجاحات. شكرا لك. ميرسي كثير. شكرا لك. يعطيك العافيه. مشاهدينا نحن وياكم عم نتابع ببرنامجنا مجموعه من اللقاءات والحوارات، بالاضافه بمجموعه لتقرير بانتظاركم، ولكن بعد هذا البريك. مشاهدينا صبحيتنا بتتابع برفقتكم لليوم مجموعة من المواضيع ومجموعة من الضيوف أيضا بانتظاركم تباعا ضمن استديوهاتنا لحتى نتعرف على أبرز ومختلف الأنشطة المتوفرة بهذه الفترة الزمنية على الساحة اللبنانية. سواء منروح إلى مرشدية السجون بلبنان، أوضاع السجون، مساعدة المساجين، وكثير من الأنشطة اللي فعلا بتضيف روح من الإيجابية على السجون اللبنانية على الرغم من ظروفها الكثير صعبة وعلى الرغم من أوضاعها المزرقة بكثير من الأوقات. بيسرني جدا رحب الأستاذ فريد لحود، وهو المرشد الروحي ومسؤول العلاقات العامة والشؤون القضائية والقانونية بالسجون ضمن المرشدية الإنجيلية، وأيضا عضو الهيئة الوطنية للسجون. أستاذ صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. شكرا. معنا يعطيكم ألف عافية على يسعد صباحك وصباح المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. شكرا. بداية بدي بس مشان ما هيك نعمل لغط للمشاهد ويعرف عن شو عم نحكي تحديدا، في عنا المرشدية العامة للسجون بلبنان. صحيح. وفي عنا المرشدية الإنجيلية أيضا للسجون. نعم. طبعا خبرني عن الفرق بيناتهم، كيف تتكاملوا مع بعضكم؟ هو ما في فرق، نحن بنشتغل بنفس الحقل. هدفنا الإنسان يلي هو بحاجة لدعم، بحاجة لتوجيه، بحاجة لنصيحة، بحاجة بوضعه المزري، بحاجة من يوقف جنبه ويقدر يوجهه. مشان هيك نحن بنتكامل مع بعضنا، مش بس مع المرشدية العامة للسجون، نحن عنا هيئة وطنية عليا للسجون بتضم الطوائف الستة يلي هني دار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومشيخة العقل والروم الأرثوذكس والمجلس البطاركي والأساقفة الكاثوليك والمجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان. نعم نعم، يعني دايما بإطار خدمة السجين. صحيح. وتأمين ظروف أفضل للسجين. نعم. ضمن يعني قضاء فترة المسجونية الخاصة. صحيح. الخاصة فيه. صحيح. بالمرشدية الإنجيلية شو عم بتقدموا اليوم للسجين؟ كيف عم تعملوا؟ بأي خليني أقول يعني بأي سجون تحديدا عم تشتغلوا؟ نحن جميع السجون اللبنانية، نحن الحقيقة بلشنا من 32 سنة. نعم. أول مرشدية يمكن بلشت بالسجون أيام الحرب، كان ما في غير سجن رومي مبنى المحكومين في 800 سجين. كل سجون الأقضية والسجون الأخرى ما كانت مسكرة بسبب الظروف الأمنية الموجودة. نعم. اليوم عدد أفراد المتطوعين بالمرشدية العامة الإنجيلية حوالي 45 شاب وصبية. بيخدموا بكل السجون اللبنانية، وأكيد الشخص اللي بده يقوم بهذا العمل بده يكون عنده روح المحبة وروح التفاني والعطاء من القلب، لأنه مكتوب مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. يعني نحن ناخد الأشخاص مندربون، الشخص المؤهل يستمر بهذه الخدمة بيستمر، والشخص يلي ما لاقي حاله ضمن هيدي البوطة أو هيدي الخدمة بنعتذر منه. شو يعني بتدربوه هون؟ شو هي التدريبات؟ كيف يعني شو هي المؤهلات لحتى يكون خادم ضمن هذه المرشدية؟ أول شيء بده يكون شخص تايب عن الخطية ومختبر الخلاص، يعني بده يكون في عنده رؤية جديدة للحياة يلي بتساعد الإنسان، لأنه وين المشكلة؟ المشكلة إذا الإنسان ما كان عارف حاله خاطئ وعارف حاله بسبب هيدي الخطية ممكن توصله لمهالك. نحن أول شيء أول ما نلتقى فيه منشجعه يرجع لنفسه، يرجع لربنا بالتوبة وبالإيمان. نعم. بس أنت كيف تعرف أنه هذا الشخص تاب ومدرك الخلاص مثل ما قلت واختبر الخلاص؟ نعم. يعني كيف قادرين نحكم على الناس إذا فعلا هن؟ نحن عم نقول المتطوعين. المتطوعين هن أعضاء كنائس. طبعا، بس كيف تعرف أنه هو يعني النوايا، يعني بتقدر تعرف النوايا؟ من ثمارهم تعرفونها. الشجرة الردية تعرف من الثمر، والشجرة الجيدة تعرف من الثمر. نعم. نحن منشجع على التوبة، لأنه هيدي دعوة المسيح المباركة، التوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم وتأتي أوقات الفرج من وجه الرب. نعم. مهما كان عنده مقدرات وإمكانيات الإنسان تصطدم أوقات بحيط
صلب وبتكون محلولة، لكن نعم. إذا يد الله معنا هو ممكن يحول المستحيلات لسهول وممكن نعم. تساعد الناس. لكن جماعة مجموعة من الشباب والصبايا الملتزمين المتطوعين اللي هن بيعدوا الخدمة ضمن السجون غير الهيئة الإدارية. نعم، شو هي نوعية هذه الخدمة أسيس؟ نوعية الخدمة هي يعني بتطال كل ظروف الإنسان ومشاكله. نعم، يعني مثل ما قلت لك أول شيء نحن وبناء على طلبه الإنسان صحيح. في هيدي النواحي حر. إذا هو ما بيطلب نحن أبداً ما فينا نفوت على إن أراد أحد أن يأتي ورائي فليمكن نفسه تمام. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لهم وأنا أريحكم. نحن منركز على الإنسان أول شيء يرجع لنفسه مثل الإبن الضال، بعدين يرجع لربنا، تقدر يرجع لعائلته لأنه هيدا الشخص يلي غلط بمكان معين أو زحط بمكان معين مش آخر الدنيا. نعم، كل الناس معرضين، يعني كل الناس نعم. معرضين نعم. مشان هيك نحن بنعتبره كإنسان وخي لإلنا. يعني الرب يسوع بيقول كنت جوعان وعطشان وتعبان ومرضان وعريان، ما سألت عني أو سألت عني، كنت سجينا فأتيتم إلي. نعم، ما فعلتموه بإخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتم. مشان هيك نحن علاقتنا مع الله يلي أحب الإنسان وزرع هذه المحبة بقلوبنا بغض النظر عن خلفيته طيفته مذهبه جرمه، أول شيء بنتعاطى معه كإنسان ممكن يرجع ربنا يصلحه ويرجع للمجتمع ملح جيد، ممكن يكون شخص ربنا غيره مثل كتار من القديسين كانوا بالسجون وربنا افتقدهم وغيرهم وصاروا ملح للمجتمع. وفيكون شخص كمان مظلوم ضمن السجون، يعني وهذا الشيء موجود بسجوننا للأسف. أسيس لوجستيا على الأرض شو بتنزلوا تعملوا عند هالناس؟ يعني كيف تتواصل، كيف بتبلش؟ يعني لنقول اليوم في سجين جديد موجود بسجن معين، كيف بتبلش قصة عملكم مع نحن السجن؟ أول شيء عنا أوقات معينة بكل السجون اللبنانية منروح ونحن بنفتح الباب لأي سجين كائنا من كان يجي يفتح قلبه ويشكي مشكلته. نحن نتعاطى أول شيء بالأمور يلي تتعلق بنوعية شخصيته، أي حاجات أول شيء حاجات إنسانية اجتماعية إذا فينا نأمنها من ملبس من مأكل من أدوية تنظيف من أدوية صحية وصفات طبية، وبعدين نحن بنهتم بالملفات القانونية والقضائية. والحقيقة كل شهر أو شهرين بيكون عنا فوق 30-35 ملف عم نشتغل عليهم لسجن جديد. نعم. وهذا مبرر وجودنا لأنه هالسجين بسبب كثرة السجنة في السجون اللبنانية وكثرة الملفات والاقتزاز الموجود أوقات الملفات بتتأخر، مشان هيك نحن بنسمع لمشكلته إذا كان موقف بمذكرة توقيف غيابية أو كان موقف بمذكرة توجيه مذكرة وجاهية، يعني بعد لم يصدر الحكم بعده عليه. في بداية تماما في بداية فأنتوا بتستعجلوا صدور الحكم إذا بدنا. نحن أول شيء منحاول نسهل حضور الجلسات حتى هيدا السجين يستجوب. نعم. بعد ما يستجوب وبعد ما تستكمل مستلزمات القضية تتحول يا محكمة جزاء يا الهيئة الاتهامية، كمان منتابع هيدا الملف حتى نقدر نساعده إذا كان مظلوم. لأنه في صبية على سبيل المثال للحصر توقفت 4 سنين و3 أشهر بجريمة قتل وطلعت بعدين بريئة. يعني بعد 4 سنين و3 أشهر بنت ضيعة تهمت بابن ابن خالتها، بعد 4 سنين و3 أشهر طلعت بريئة. يعني شو فيك تجمع من هالناس كلهم يلي بنظرهم هيدي البنت مجرمة؟ صحيح، وهيدي حالة من حالات كتير موجودة بسجون بشكل عام، مش بس بسجوننا. نعم. الظلم موجود وين ما كان. قلت لي متابعة قانونية للملفات، محاولة استعجال يعني الجلسات وصدور الأحكام. صدور نعم. الأحكام على الصعيد الإنساني، هل في تعاطي يعني تأمين غذاء مثل ما ذكرت، ملابس؟ صحيح. مدارس لا، ملابس نعم. نعم، يعني حسب الحاجة نحن منأمن بالاتفاق مع قوى الأمن الداخلي وقيادة الدرك. نعم. بحسب الحاجات. بعدين بالنسبة للأشخاص يلي ما عندهم مين يهتموا فيهم. صحيح، يعني عندك 7500 سجين، مين بيقدر يأمن كل الحاجات لكل نزل؟ أنا ما بسميهم السجين، بسميه نزيل بالسجون. يعني نزل السجون مثلا إحدى السيدات انحكمت مأبد بمحكمة من محاكم الجنايات، لما ساعدناها بالتمييز طلعت براءة. يعني في أمور ممكن تحصل. نعم. ما عم أقول القضاء بغلط، لكن القضاء هذا الشيء بيصير والمكان، يعني القضاء بيشتغل شغله. يعني محكمة الجنايات بتقول أنا أعطيت
رأيي وقراري ربما بناء على معطيات موجودة أمام تماما أمام لكن القضاء. لكن بيقدر يميز صاحب العلاقة ضمن مهلة معينة وممكن يطلع براءة تماما. وخدمتنا مش بس نحن داخل السجون نحن بنتعاطى مع العائلات عائلات السجناء نعم. مثلا أوقات بيكون في سجين وسجين رجال ومرة اثنين نزل بالسجون وعندهم ولاد صغار شو بنعمل نعم. فيهم هودي بدهم مياتي بدهم مدارس بدهم من يرعاهم يهتم فيهم بناء على طلبهم اثنين وامضاهم اثنين بموافقة النيابة العامة بنحطهم بمكان حماية في تربية في توجيه في تعليم في تثقيف إلى حين خروج أحد الفريقين من السجن حتى يرجع يستعيد الأولاد ويرجع يكمل المشوار معه بولاده نعم. أسيس قديش فعلا وضع السجون اللبنانية صعب يعني بنسمع كتير نحن أنه هيدي السجون وضعها صعب في اكتظاظ شوف قطاع السجون مثل كل القطاعات في لبنان بالوقت الحاضر ما في تخصص نعم. المشكلة الأساسية والرئيسية ما عندنا تخصص بالنسبة للقطاعات الموجودة نعم. يعني وهيدا مشروع عم ينشغل عليه يكون مثلا تستلم وزارة العدل ممكن الأمور الداخلية وزارة الداخلية وفي تناغم بيناتهم نعم. نحن كمان طلبنا أنه يكون في مؤسسة بتشمل كل الوزارات مندوب من كل الوزارات الشباب والرياضة التربية الصحة هودي كلهم بيساعدوا على الصعيد متكامل يلي بتختص بنزيل السجن نعم. يلي هو معدوم الحال والإمكانيات المادية يقدر يوقف عجله ويقدر يساعد نفسه ويساعد الآخرين نعم. نعم يعني دايما بإطار تقديم الفرص الأفضل للسجين نعم. لأنه فترة المسجونية هي مش فترة عقاب هي فترة تأهيل بعتقد يعني نتمنى تكون هيك الحقيقة الاقتزاز الموجود بلبنان نعم. في بعض السجون أوقات ناس بيناموا ناس بيسهروا تيناموا محل تاني وما عندنا سجون جديدة الحقيقة نعم. مجلس وزراء من 5 سنين أخذ قرار ببناء سجن بالشمال أو سجون بالأقيدة ورصد 18 مليار ليرة لحد هلأ من عملت البروجيات وبعض السجن انعمل لهم بس ما بعد نحط حجر الاساس بركي من همها ببناء المدارس الرسميه خلينا نقول اللي على اللي عندها القدر والقيمه هيك بركي بنخفف فتح سجون عم بقولوا كل حدا بني مدرسه فعليه سكر سجن بمحل تاني نحن بنتمنى ان شاء الله ما نفتح ولا سجن بقى نبني مدارس اكثر وتصريف اكثر ويكون فعلا في عنا اوضاع افضل بهذا البلد اسيس العمل صعب تامين الماديات بقى ايضا بعرف انه صعب كيف عم تامنوا اموركم كيف عم ترتبوا هذا الموضوع ذكرت شيء حلو امبارح معالي الوزيره ليلى الصلح حمادي قال المسيحيين عندهم العشور نحن فعلا بكنائسنا الانجيليه نعم. عندنا برنامج العشور يعني اللي بيقبض مليون بيدفع 100 نعم. هلا في خبريات شائعه انه الانجيليه بيدفعوا للناس لا الناس اللي بيجوا بيكونوا اعضاء في الكنيسه الانجيليه لازم هن يدفعوا نعم. لازم يقدموا مصاري نحن مثلا شراء الأناجيل والكتب المقدسة والكتيبات مع عاش الراعي هذا مرتبط بالرعية الموجودة تحمل مسؤوليتها وهذا العشور غير التقديمات في نعم. عشور وفي تقديمات من ضمن هالعشور والتقديمات نحن بنفرز مجموعة من المال بالتعاون مع الكنائس الأخرى وبعض الأشخاص يلي بحبوا يقدموا نحن عندنا المسؤول المالي أي شخص بيحب يقدم أي دعم للسجون بياخد مكتوب شكر باسم المرشدية العامة الإنجيلية ومنقول له وين راحت المصاريف إن كان بدفع إخلى سبيل أو بدفع رسوم لسجين المتبرع بالآخر من حقه يعرف أمواله وين صرف هذا أمر طبيعي هذا أمر طبيعي أسيس بدي أنا وياك هيك نضوي مؤخرا أخيرا بالعفو على أبرز الأنشطة الجديدة اليوم اللي عم تقوموا فيها ضمن السجون هل في أنشطة عم تتحضر بسجن معين شو جديدكم بهذه الفترة الحقيقة نحن أساسا كمرشدية عامة إنجيلية منركز على الإنسان لبناء نفسه وإعادة تكوين شخصيته حتى يكون عنده رؤية للمستقبل نعم. إذا عنده عائلته في أشخاص طلقوا بس طلعوا من السجون ساعدناهم يرجعوا يتزوجوا ويرجعوا يضموا العائلة هذا الأهم أنا بالنسبة لي أكثر شيء بيزعجني تفكك العائلات نعم. والطلاق وهذا شيء شائع ومر نحن عملنا كمان برنامج تثقيفي وتأهيلي كان بسجن نساء طرابلس بال2001 برعاية مرت رئيس الجمهورية والقيادة السياسية السيدة الأولى طبعا عملنا دورة كمبيوتر ومحو الأمية تعليم إنجليزي وتخرجوا وصبايا تخرجوا 10 طلعوا اشتغلوا ساعدوا أزواجهم وبعدين أنشأنا بسجن الإبي
كمان غرفة كبيرة للكمبيوتر كمدرسة فيها 14 جهاز. بسبب الانتفاضات أول مرة وتاني مرة النار أكلت الأخضر واليابس. صحيح. هلأ أعدنا تأهيل هالمؤسسة وعم نتعاون مع مؤسسة تاني حتى نعيد التعليم لهالأشخاص على وبيخرج شهادة من المايكروسوفت. يعني هيدي الأشياء بتساعد السجين انه يوقف على جرايه يكون صحيح. عنده مؤهلات تانية يقدر يستفيد. شوف في بواب كتيرة وكبيرة. نعم. مش المهم نوضع خطط، المهم ننفذ الخطط الموضوعة ونكون عمليين بحياتنا اليومية. طبعا مشان هيك هيدي الامور بتتطلب رؤية وبتتطلب شغف وشوق داخلي. نعم. لمساعدة هالناس. نعم نعم، يعني إن شاء الله دايما تكون المساعدة، هذه المساعدة غير مشروطة، هذه المساعدة اللي فيها حب وفيها شغف وفيها أيضا نظرة إلى الإنسان الآخر. يعني لو غلط بيعرف كلنا بنغلط وكل حدا يخطئ، كل حدا منا معرض. بيوم من الأيام. نعم. أنا بقول لك يعطيكم ألف عافية على كل نشاطكم، على كل مجهودكم. فكرة أخيرة، نحن بنتعاون مش كمؤسسة بنشتغل. نحن ما قلت لك عنا هيئة وطنية. صحيح. عنا اجتماعات شهرية. نتعاون من شان الخير العام، منزور بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين والقضائيين حتى إذا في ملفات صعبة، إذا في شيء لازم ينعمل، تعديل قوانين، تقديم مشاريع قوانين لمجلس النواب، خصوصي قانون تنفيذ العقوبات يلي اشتغلنا عليه وفي أشخاص عم يستفيدوا، كان لنا دور بهذا الموضوع. يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله دائما بهذا النشاط وبهيدي الهمة. شكرا لك الأسيس فريد لحود، المرشد الروحي ومسؤول العلاقات العامة والشؤون القضائية والقانونية بالسجون، طبعا ضمن المرشدية الإنجيلية. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. نحن بنشكركم من أجل استقبالكم وإعطائكم هيدي الفرصة لنا حتى نقدر نعبر عن محبتنا لأهلنا وولادنا وإخوتنا يلي صارت الظروف عليهم صعبة. وصلاتنا الدائمة نحن بكنائسنا حتى يرجعوا لعائلاتهم وأهليهم وملح للمجتمع ونور وسط الظلم. شكرا شكرا لك. مشاهدينا عم نتابع سوا ببرنامجنا فقرات عديدة لليوم، ما زالت بانتظاركم، ولكن صار الوقت هلأ نروح بجولة على أبرز الأخبار من حول العالم من إعداد الزميل داني. صباح الخير لكم مشاهدينا، نهار جديد عم نطلفي عليكم وأسبوع جديد إن شاء الله يكون يا رب حامل معه كل الخير والبركة. نحن وياكم رح نروح هلا حتى نحكي تحديدا شعر مع الشاعر صالح احمد شمس الدين، نحكي عن ديوان شعر جديد بيحمل عنوان حصاد الشباب والمناسبات. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا. ببدايه خبرني شوي عن العنوان، لفتني حصاد الشباب والمناسبات، شو المقصد من العنوان؟ عفوا، بدايه خليني احيي المحطه الكريمه، المحطه المحليه تلفزيون لبنان، نحن نعتز فيه ومنشد على ايد القيمين فيه. بيفسح يعني هامش، عندنا هامش نحن بنقول هذا اللي انا بعتز فيه. انا من دائما صباحا بتصبح فيه وبرافق برامجه، خاصه ببرنامجنا الحالي احلى صباح، هالهامش اللي متنوع وخاصه النواحي الثقافيه فيه وتحديدا الشعر. لذلك انا مواكبه وبحيي قيمين علي وبنشد على أزر المسؤولين لحتى يصعد تلفزيون لبنان وهو الأقدم تاريخا بالمنطقة، إن شاء الله أنه بترجع له أيامه وعزه إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. بالنسبة للعنوان الكتاب أو الديوان الرابع، هل هو حصاد من الشباب، من حياة الشباب اللي عشته؟ صحيح صحيح. إذا بدنا نلخصه أو نقول يعني حصاد الشباب والمناسبات، العنوان مزدوج كما تلاحظين، العنوان مزدوج، يعني ما قاله الشاب صالح شمس الدين فترة الشباب، فترة المراهقة وما تبعها، من طبعا ما فاضت به يعني قريحته في من شعر طبعا، ومر بتجربة مثلا عاطفية، كله مسجل. هذه كانت مجموعة من السبعينات. ليه حبيت ترجع لمرحلة الشباب تحديدا؟ نعم، هذا سؤال وجيه والكثار سألوني أو الأحرى المطلعين على، خفت أن أنسى ما قلته سابقا وأن يعني يسيطر عليه النسيان ولا أعود أطبعه أو أنشره بيننا، وأنا أعتز بما كتبته، ولكن نظرا لمشاغل كثير يعني أقوم بها بدأت
مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري كتاب مستقل اسم نحكي بعد شوي عنه. نعم. عم تحكي انت عن اربع مجموعات شعريه، اربع مجموعات، الديوان الرابع اللي بين ايدينا اليوم. نعم. قصائد الشباب والمناسبات، والدواوين الثلاثه موجودين قدامنا. نعم. على الطاوله. اول ديوان هو أول. كبيرا في الحياه وفي الممات، هذا بعد استشهاد. نعم. الرئيس لروح الشيخ سعد رحمه الله رفيق الحريري. نعم. هذا كتب. نعم. هذا الديوان ديوان متخصص في جريمة العصر التي حدثت وهزت، لا أقول العالم بمعنى هزت يعني على الأقل لبنان. ونعم. والديوان هو كناية عن تقريبا 600 بيت من الشعر موزع على عدة قصائد كلها تدور حولها جريمة العصر. نعم. التي يعني الديوان الثاني بيحمل العنوان خواطر. الديوان الثاني نعم هو خواطر بعد إحالتي على التقاعد. نعم. نعم. حالتي على التقاعد 2013. وفيه خواطر متنوعة تربوية بالدرجة الأولى، وذاكر كيف كنت يعني بعملي الوظيفي مع زملائي ومع طلابي ومع الأهالي. نعم. الديوان الثالث النصر للحجر، وهذا إذا بدك تسميه فيك تسميه يوميات متابعة للانتفاضة المباركة الأولى والثانية في الأرض المحتلة. هذا بالإضافة لكتابة عدد كبير من المجموعات الشعرية يلي حبيت تجمعها. نعم. كلها. آه. بديوان واحد بيحمل عنوان حصاد الشباب والمناسبات، في خمس مجموعات شعرية موجودة ضمن هذا الديوان بالإضافة لقصائد أخرى. لقصائد. خبرنا عن المجموعات. نعم. يلي بتضمن الديوان. بالنسبة لحصاد الشباب أقول أنه هذه المجموعات الخمس المذكورة في القسم الأول، إذا بدنا نقول خمس مجموعات بشكل زمني متتابع، يعني من 1970. نعم. 71 72 73 74 كل سنة كان عندي مجموعة، لا أقول ديوانا بالمعنى الكامل. نعم. كنت قد كتبتها وسجلتها بعد تجارب معينة عاطفية وغيرها، وخوفا مني على وخوفا عليها من النسيان ومن أن يلحقها غبار الأيام أعدت جمعها في الوقت الحاضر، وهي زمنيا قبل هذه الدواوين الثلاثة التي عرضنا. حتى لفتني قصيدة بقلب هيدا الديوان بتحكي فيها عن طفولتك الهاربة وعنوانتها الطفولة الهاربة، ليش؟ كل منا وخاصة نحن، لا أخفي أو لا أذيع سرا إذا قلت أنه بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من الآن نصل إلى 70. العمر كله. لم نعد صغارا أو أطفالا أو مراهقين، نحن على عتبة 70 إن شاء الله. لذلك أتذكر طفولتي، ومررنا بطفولي كانت ربما قاسية أو كانت عندها نوع من الخصوصيات، يتمنى أي منا يتمنى أن يعود طفلا ليتمتع بالبراءة وال... نعم. كان في عندك رفيق بالقصيدة، بقصيدة معينة عنوانتها رفيقي، رفيق هيدا رفيق الدرب، هل القلم يلي هو رفيقك بالكتابة، مين رفيقك؟ نعم. اليوم أنا صالح في غير هذا الديوان أعتقد في بكتاب خواطر. نعم. أنا القلم أسر له بكل ما عندي، لذلك القصيدة الأولى الموجودة بحصاد الشباب والمناسبات، القصيدة الأولى هي فضل القلم، وأخاطب القلم وكأنه رفيق أو زميل. نعم. ولكن بقصيدة رفيقي مين عم بتخاطب؟ هذه القصيدة أتصور أو أتذكر بالأحرى. نعم. أتذكر أنها لي لي لأي إنسان. هذه القصيدة من مجموعة لا أذكر يعني العنوان هلا، صباح الخير. نعم. من مجموعة صباح الخير، ذات النفحة الإنسانية، كل إنسان أخاطب الإنسان على خط الاستواء، تصوري أخاطب الإنسان السجين وهو مظلوم،
نعم، وخصيت رفيقا معينا، وخصيت بقصيدة معينة الجامعة اللبنانية. ليه الجامعة اللبنانية؟ كنت وبرثاء يعني رثيت الجامعة اللبنانية، هذه مع وما ضمنت ضمن الرثاء اللي موجود بالمجموعة الأخيرة من الديوان. سيدتي سيدتي وضعت إصبعك على الجرح. أنا تلميذ الجامعة اللبنانية من 1969 62 69 69 نعم 70 كنا في الجامعة اللبنانية، وكنا بكلية الآداب هنا نعم جنبنا، فكان يصير مظاهرات نحكي نوضح الصورة. وكانت الجامعة بعد في بداياتها، يعني بدي أقول بكل صراحة أنه كان في نوع من اللامبالاة بالطلاب، لذلك كانت تقوم المظاهرات، نقوم بمظاهرات واعتصامات حتى نحسن وضع الجامعة والكلية، كلية الآداب وغيرها. فلذلك كان رثاء الجامعة بالمعنى أنه نوع من الاستهزاء والبكاء على عندنا اسم جامعة كان، بس ما كانت مثل ما هلأ الحمد لله بالحدث وبالمواضيع صار فيه. كانت الجامعة الأم هي، ولكن ما كان فيها مقومات. أنا حاكي بالقصيدي أنه حتى الميكرو حتى الدراج حتى الأسانسير المصعد أو إلى آخره كان كله يعني معنى شيء ما كان يفي بالحاجة. أنت كنت عم تقوم برثاء الجامعة اللبنانية بمرحلة معينة من الزمن. بمرحلة نعم هذه القصيدة مرتبطة بالسبعينات. نعم. وأنا أصر على هالكلام. أما اليوم أعتذر يعني إذا كي لا يفهم البعض أنه هذه قصيدة حديثة. لا أبدا، هذه قصيدة مرتبطة بسنوات الدراسة. يعني مثل ما عم نلاحظ أنه الديوان بيتضمن قصايد من تجارب شخصية عشتها. صحيح. والمناسبات حصاد الشباب والمناسبات، العنوان شو هي المناسبات اللي عم تحكي عنها؟ والله مناسبات متعددة إذا شئت. مثلا في عندي مناسبات وطنية بالديوان، هذا مناسبات وطنية منبلش بحرب تموز أو دي أو بالأخير غير المجموعات الخمس التي يتضمنها الكتاب الديوان. نعم. مناسبات هي جاي المرحلة الثانية من بعد هالمجموعات هيدي. فعنا بحرب تموز أنا محيي الصمود الشعب، وكم العدو ضرب الجسور عنا، وقصيدي من عيون الشعر اللي بعتز فيها انه بمعنى اذا ضربوا الجسور لحتى ما المناطق يفصلوا عن بعضها بس القلوب متواصله مع بعضها ونحن شعبنا واحد والى اخره. نعم. بالاضافه نعم بحيي كمان بهذيك الايام المسؤولين قد كانوا يد واحده، كانوا يد واحده، ما كان في فرق بين مسؤول ومسؤول، او ما كان حدا عم يزايد على الثاني انه انا وطنيتي اكثر من وطنيتك، انا كذا كذا، وهذه موثقه كليا. نعم. مناسبات اخرى بالرثاء الى اصدقاء، وعندي كان عندنا الله يرحمه كان خالي كان مفتي البقاع السابق رحمه الله الراحل حسين شمس الدين، وابنائه توفوا رثيتهم بمناسبات. قد ايه الانسان لما بده يرثي نعم احد افراد العائله وخاصه والده، قد ايه هون بيكون في صعوبه لما بده يحكي عن حدا هالقد مقرب منه، وخاصه انه هذا الديوان مهدى لوالدك لروح والدك، ورثيت والدك بمجموعه الرثاء. صح، انا الكتاب هذا معنى شيء، يعني لو قلت يعني هذا من باب الوفاء أو أقل الوفاء، هذا من أقل الوفاء للوالد الله يرحمه. نعم. اللي هو سبب وجودي بالحياة بعد فضل الله تعالى. الوالد قصيدته يعني مؤثرة جدا، وهذه القصائد بالرثاء كلها قلتها في حينها في وقت الوفاة، فلذلك الوالد رحمه الله كان له لمسات داي مطبوعة عندي بقلبي وبكل تصرفاتي، والحمد لله فوجدت أنه أن أفيه ببعض ما له علي بهذا الكتاب أهديه لروحه الطاهرة. نعم. نعم. ابن جب جنين هالقرية البقاعية الهادية، قدي أخذت من هالقرية ريحة الإبداع حتى تجرب قدر المستطاع تنقلها ولو بديوان؟
يمكن سؤال. الواحد كثير صعب انه يحكي عن بلدته عن قريته، يعني الديوان ما بيقدر يمكن يوفي حق القريه تبعه وما بيقدر يمكن كمان الكلام. ستنا بالنسبه للسؤال، انا عندي زوادي، انا جيت على بيروت بال 69 وكان عندي رصيد ببلدي، وانا مجد جب جنين واجواء جب جنين والبقاع والريف بشكل عام، ومذكوره بالمجموعات الاولى على الشاطئ او الثانيه صباح الخير او غيره، او المجموعات الخمسه اللي قلتي عنهم. وحتى في قصيده اسمها بيروت، سمي بيروت انه بس سكنت ببيروت، انه البنايات العالية وناطحات السحب وكذا، لا تنسيني جذوري. أنا هيدي مركز عليها، وما فيها من مباهج ونعم، كل هيدي أنا ماخذ زوادي كما قلت، زوادي من هالريف الأصيل من البقاع، بقاع الخير نعم هيدي ذاكرة، نعم. ذاكرة موجودة. توقيع الكتاب رح يصير أمتين؟ أنا عندي الكتاب الجديد حصار الشباب، نعم راح يكون إن شاء الله نهار 20/10، نهار السبت بيكون 20/10 بمركز بلدية جيب جنين، بمركز بلدية جيب جنين، قاعة الرئيس خالد شريني رحمه الله. كمان أي ساعة؟ الساعة 4 عصرا. نعم الساعة 4 عصرا. أكيد بدي أذكر أنه توقيع الكتاب أو الديوان راح يكون برعاية سعادة مدير عام التعليم العالي دكتور أحمد الجمال والمجلس الثقافي الاجتماعي للبقاع الغربي. على الغربي ولا شيء. نعم تفضل. تفضل شو هلا شو بتريدي؟ انا بدنا نسمع منك قصيده على ذوقك. شو بدك تسمعنا هلا؟ ذكروا لي الشباب انه بدهم يسمعوا شيء غزل هلا، هذا في احلى من الغزل. الشباب هون بالاستوديو حبوا، قالوا اذا في غزل خلينا نسمع. تفضل. عفوا، شو القصيده؟ شو عنوانها؟ شباكها مثلا. هيدي ايام الشباب وايام. نعم. نعم خلينا لو شباكك على شباكي كنت تقول لك كيف بهواكي، ما هيك؟ نعم تفضل. 128. نعم هذه من بدايات. نعم وهلا بتذكرها، بتذكر وكيف الاجواء، كيف اجواء المراهق، وكيف هذه كنا دون العشرين تقريبا. نعم. على شباكها الأخضر تفيض مواكب السكر، وتغفو ألف سوسنة وألف قصيدة تسكر. هناك يسيل ينبوع من المنتور والكوثر، وأسراب الشحارير اللواتي لم تزل تنقر، وطيب ماجة النجوى به فاختال واستكبر، وناي يشلح الألحان لا يدري بما ينشر، وقد بحت حناياه فمن أعطافه ينثر. هناك الفل والدفلى وورد أحمر أصفر، وزنبقة لها عرف من الكافور والعنبر. على شباكها الأحلام تلهو عنده تسهر، تجالسه تداعبه وتحمله ولم يشعر، وتنقله إلى الدنيا، فيا لحلاوة المنظر. حلو كتير. شكرا. يعني الواحد لما بده يحكي عن مراحل المراهقة، كنت عم تذكر ما دون العشرين. نعم. يعني بده يعيش هيدي المرحلة ويجرب يكتبها، كمان بلاقي صعوبة الواحد لما بده ينقل وقايع عم بعيشها. سيدتي أنا أدعي وأؤكد أمامك وأمام المشاهدين الكرام أني ما كتبت يوما بيتا أو عبرت عن إلا بطريقة صادقة. أنقل أحاسيس جوانية من جوا، داخلية. نعم داخلية إلى الملأ. يعني أحيان كثير، وهنا يتبادر سؤال أنه هل مثلا قديش تكتب يوميا؟ قديش في البعض يكون عامل حاطط مثل مقياس او كرونومتر انه والله كل يوم لازم اكتب انا 10 ابيات او 5 او 10 او اصيل الى اخره. انا ما عندي هالمعيار هذا. انا لحالي بتجي القصيده تفرض علي احيانا بنفس اليوم بنفس الليله بدي بكتب قصيده. الشاعر صالح احمد شمس الدين، ليش هلا حبيت تكتب مراحل الشباب؟ ليه ما كتبتهم بوقتهم؟ نعم هذا يمكن أجبت عليه في البداية، خوفا من الضياع
خوفا ولا أخفي سرا إذا قلت إنني كنت قبل شهرين أكثر من شهرين بأيار. أيار كان ذكرى المرحوم خالي المفتي حسين شمس الدين، جمعت له مع إخوتي والمحبين، جمعنا له ما كان شاعرا وأنا متأثر به وأعتز به وبخدمته، كنت خادما له أمينا على كل شيء. كان يقول الشعر ولا يجمعه، كان مكتوبا كان في المناسبات دينية واجتماعية وإلى آخره، وكانت موزعة على أوراق. فجمعنا تعبنا كثيرا حتى جمعنا له إرثه الشعري أو ما تيسر لنا من جمعه ونشرناه، وأقمنا حفل في مركز البلدية ووزعنا ديوانه مجانا على الملأ. قلت لك كنت خايف، بس من شو خايف أن أقع في 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 النسيان أو في لا أقول. ما إذا عشت المرحلة بوقتها وكتبتها بوقتها ما لازم تنسيها، يعني هلأ يمكن الخوف بيكون أكبر أنك تكون نسيان طبعه، نسيان نعم. بطبعها كما المرحوم خالي نسي أن يطبع أو أن يجمع ذلك في ديوان، نحن اللي جمعنا له ديوانه. لذلك خفت أن تضيع ولا أحد يعني يجمعها فيما بعد، فأحببت أن هذه المجموعات الخمس مع القصائد الجديدة بالرثاء وغيرها حتى يعني تكون تحت نظري وبمسؤوليتي أنا. كل التوفيق لك على كل حال شاعر صالح أحمد شمس الدين، ومبروك على الديوان الشعر الجديد اللي بيحمل عنوان حصاد الشباب والمناسبات. وأكيد رح أرجع أذكر بتاريخ توقيع الديوان. نعم. نهار السبت 20 هذا السبت 20/10/2018. نعم. الساعة 4 بعد الظهر في مركز بلدية جب جنين برعاية سعادة مدير عام التعليم العالي دكتور أحمد الجمال والمجلس الثقافي الاجتماعي للبقاع الغربية. نعم. أهلا وسهلا. في شيء بعد؟ تفضل، بدي اختم معك بقصيدك. بقصيدة تفضل. في عندي تحيات الجيش اللبناني 388. تحية لمديرية الجيش اللبناني ومديرية قيادة الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية يلي دايما على أهب الاستعداد أن تحمي الوطن. وإن شاء الله يا رب ما بقى منشوف ضحايا بالصفوف العسكريين لأنه بكفي. تفضل. هذه القصيدة بعد معارك نهر البارد والانتصارات التي حققها جيشنا البطل، وقيلت في قيادة اللواء عندنا في جيب جنين. قم حيي قادة جيشنا اللبناني وارفع لهم فيضا من العرفان، قف حيهم جندا وضباطا لما بذلوا من الأغلى بدون تواني، كانوا الرجال فسطروا بجسومهم أسمى الملاحم في هوى لبنان، وسقوا التراب دما زكيا طاهرا بقوافل الشهداء بحر جمان، حتى تظل بلادنا في عزة وسيادة موفورة الأركان. ما هم إن مرقت في ذلك الوقت، ما هم إن مرقت هناك عصابة وتحدت القانون بالعدوان، فالجيش بالمرصاد كان لهم فلم يحفل بما قد قيل من بهتان، اتخذ القرار لنفسه فقضى على تلك الفلول بحكمة وتفاني، والأرض طهرها من الإرهاب كي تبقى بأمن راسخ وأمان. طوبى للبنان الحبيب بجيشه رمز الفداء وحامي الأوطان، هو وحده يبقى الملاذ لشعبه للأرض يحميها وخير ضمان، شهداؤه يبقون أوسمة على طول المدى بتعاقب الأزمان، فلهم أجل تحية تهدى من الأعماق بل من خالص الوجدان، وله ندين بكل حب صادق كالأم تغمر طفلها بحنان، أو كالأب المعطاء يزجي قلبه لبنيه صرفا دائم الخفقان. فلك التهاني بانتصار رائع أمسى نشيدا فوق كل لسان، بوركت يا فخر البلاد وعزها وحماك ربي من أذى الحدثان. شكرا لكم. فاصل علينا صغير ونرجع. وشكرا لإذاعة.
متابعين لقائنا نحن وياكم مشاهدينا، وهلا رح نروح لنوع اخر من الفنون، تحديدا للفن التشكيلي. قد ايه فعلا هذا الفن بيقدر يفوت على كل بيت بدون استئذان؟ الفن التشكيلي والرسم تحديدا او النحت هو للكل. اليوم رح احكي اكثر عن الفراتي جمعه الناشف النحات والرسام يلي بيرسم الصخر بالكلمه. ادوات التعبير ما بتوقف عند منحى معين، هو لقى انه بعض الحروف سقطت من منحوتاته ولوحاته فاثرها بخربشة، أراد من خلالها إيصال المعنى المراد إيصاله تحديدا بكتاب خربشات خلف القماشة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك الفنان التشكيلي النحات والرسام والرسام الفراتي جمعة الناشف. صباح النور يا مرحبا، شكرا على المقدمة الحلوة، الله يعطيك العافية. بالبداية بدي أسأل سؤال، بالبداية مين أعطاك لقب الفراتي؟ بالبداية خليني بقى معلش أقول نص، يعني قبل جاوبني على مين عطاك لقب الفراتي وقري اللي بدك اياه. لك كل انسان بيختار، ما بيختار اسمه، بيو والده والدته بيختاروا الاسم وبيسموه. نعم. هلا انا اسمي بحبه كثير، لكن انا ابن ضفاف نحو الفرات. ابن الفرات وربيت وترعرعت على ضفاف النهر وتعمدت بنهر الفرات، فخليني أقول شيء مهم. يعني أنا أكيد تيمنا بنهر الفرات وعشقي للفرات وعشق الفرات لأهل الفرات وأولاد الفرات وأولاده. لا يمكن أنا أختلف، لكن أنا بحب سميت حالي، أعطيت لحالي هذا اللقب الفراتي لأنه أنا ابن ضفاف الفرات، لأنه أنا عاشق الفرات. وأن أنت لقبت حالك بالفرات؟ أنا لقبت حالي في الفرات. تفضل شو بدك؟ بيحلو لي أنه الفراتي جمعة، الاسمين الاسمين حبهم. نعم. حبهم كثير، لكن إذا بتقولي لي الفرات أكثر، إيه أكثر. نعم. لأنه أنا اللي سميته، أنا اللي اخترته هذا الاسم. فراتي أنا، من ضفاف الفرات هناك، من بلاد الرافدين العليا، تعمدت بقرميد آثارها، من التاريخ تكونت وتزخرفت، وتحت شمس الأساطير ولدت. أنا ابن ماري وجدي حمورابي، فراتي فراتي الهواء، أسافر بين البساتين، أستريح تحت ضفاف الليل، أسجل دقات قلبي، أعزف لحن ألواني وأحجاري، أنام بين أحلامي وأصحو بفيروزيات الأرس، هكذا موج أيامي وشراع قامتي، أسافر بغرامي وترانيمي فراتي. هذا هو الفراتي، هذا هو الفراتي. وفي بالكتاب خربشات خلف القماشة فراتيات. نعم صحيح. وباللغة الفراتية. نعم صح. قد ايه هاللغة هي مختلفة؟ وإذا بدنا نقريها لفتنا، لأنه نص بس بالقلب، يعني بدك تجرب إذا بدك تقريها باللغة الفصحى رح تقريها بمنحة تاني ورح تفهم شيء تاني منها. صحيح. شو قصدت من وراء فراتيات تحديدا؟ الفراتيات هي اللهجة الفراتية القريبة إلى اللهجة العراقية والقريبة إلى اللهجة البدوية الشامية. نعم. بلاد البادية الشام، بادية الشام. فهي الفراتي، اللهجة الفراتية يلهجوا في هذا، في ها في 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 هاي. ليه حبيت تخصص جزء من الكتاب للفراتيات، للغة الفراتية؟ عشقي للفرات حقيقة. أنا نرجسي أكثر. نعم. يعني كثير نرجسي. بس مش الكل رح يفهمها هاللغة. يمكن أنا غرامي النهر. غرامي الأكبر هو النهر، غرام الأكبر هي درة الفرات، محافظة الرقة السورية، شمال سوريا، اللي بتقع على ضفاف ما بين نهرين، مدينة الرشيد، مدينة الخليفة العباسي هارون الرشيد، هو اللي يعني سميت بنسب لأله أيام ما كان هو خليفة في العصر التاسع الميلادي. خلينا نحكي عن كتاب خربشات خلف القماشة. ليه اخترت هالعنوان؟
خربشات خلف القماشة هي كانت اجت بلشت الخربشات عندي انا. بالنسبة للكتاب الكتابة انا عندي كتابات من العام 2003، لكن بالنسبة للخربشات طلعت هي عندي نص في عن خلف القماشة، لكن الخربشات هي طلعت من فترة نتيجة شغلي في الرسم والألوان. كنت أرسم بسرعة عجيبة يعني خلال دقائق ممكن أعمل لوحة. فأول مرة عملت لوحة في الأكريليك على الخشب كانت هي خربشة. نعم. الخربشة لما عملت الخربشة طلع عندي لوحة. نعم. طبعا اللوحة ما اجت هيك عن عبث، يعني انا 13 معرض في الفن التشكيلي مثل ما عم نشوف نحن هلا بكتاب على الهواء خربشات خلف القماشة. لفتتني الفتاة يلي هي على غلاف الكتاب. نعم. هالفتاة المتألمة الموجوعة صح؟ صحيح. مين هالفتاة؟ يعني هي انا ما رسمت بنتي، لكن حقيقة تحية بالحال لروح بنتك اللي استشهدت الشهيدة خلال الألحاد. بنتي الشهيدة. نعم. يعني هذا الكتاب هو مهداة لروح بنتي الشهيدة فاطمة ست الحنان. استشهدت بعام 2014 في 15/6 ونقلت إلى المشفى. أصيبت هي وأخواتها، يعني كانوا ثلاثة أخواتها الكبار. نعم. كانوا ثلاثة في ساحة الأمويين. نزلت قذائف الغدر، قذائف الهاون، ولكن الفتاة على الغلاف من هي؟ على على المدنيين في ساحة الأمويين نزلت. نعم. القذائف. حقيقة أصيبت في رأسها في الجنب الأيسر من الرأس الأعلى. نعم. القسم الأعلى. وأختها رندا أصيبت بإجريها بخمس شظايا، وأختها زينب وقعت على الأرض. الحمد لله الله أكرمني في زينب ورندا، و اختار فاطمة لتكون شهيدة. خليلك زينب ورندا ونفسها بالسماء لفاطمة. مين رسمت؟ أرسمها. لكن الرسمة هي الحالة باللوحات. كل ما برسم يعني أغلب كثير ست الحنان يعني ما تتخيلي قديش إنه ليش أنا سميتها ست الحنان. هاي الطفلة من صغيرة لصار عمره 17 سنة لما تغمرني بشم ريحة الحنان. نعم. تستغربي انه شم ريحة حقيقة بشم ريحة الحنان من فاطمة عدا اخو عندي ست بنات انا. نعم. هي السابعة. وكل هالكتاب مليان حنية لانه عم بتشم ريحة الحنان من روحها على فاطمة. نعم. انت بتقول انه انت ما بتكتب شعر وما بتكتب ادب. نعم. بل صح. بتكتب حنينك وعشقك بلوحيتك ومنحوتاتك. نعم. هل هذا الشيء بيعبر عن انه الالم بانه من الالم ممكن يخلق ابداع؟ اي اكيد الالم بيخلق ابداع. الالم بيخليك تهربي. يعني انا من الفن التشكيلي هربت على الكتاب، على انه روح اعمل كتاب. انا بكتب من عام 2003 لكن هربت للكتاب وعالم الشعر. هلا انا ما لا ادعي الشعر، لكن كتابات. يعني في كثير من الاصدقاء بيقولوا انه جمعة أنت عم تكتب شعر. يا أمي أنا ما عم أكتب شعر، عم أكتب. نعم. الفراتي جمعة الناشف. نعم. الفنان التشكيلي. هاي كتابات الفراتي جمعة الناشف. الفراتي الصور يلي موجودة أو الرسومات يلي موجودة بقلب الكتاب. نعم. هل كل رسمة بتعبر عن القصيدة اللي حدها ولا مش بالضرورة؟ لا مش بالضرورة، لكن هي أكثر تناغما مع الكلام. يعني أكثر لأنه هي تجربة الخربشات الأخيرة بالحبر الصيني على الكرتون كانت بعام 2018. نعم. فما انا ما بلشت فيها من اول ما بلشت في الكتابات، لكن هي تناسب وتتناغم مع الكلام. هي يعني انا اتخيل انه الحروف هي اللي سقطت فعلا، مثل ما قال الشاعر الكبير نعيم طلحوق صديق وعزيز، قال عني هو اللي قدم لي الكتاب وكتب انه صاحب دار فواصل هو للكتاب تبع الكتاب. قال كلمة كتير جميلة، وهذه الخربشات التداعيات تقدم ما تبقى من غبار منحوتات الفرات وألوانه المسربة إلى القعر. يعني كل شيء نزل من غبار من المنحوتات وكل شيء وقع من الألوان على الأرض نزلت هاي الحروف وتجسدت في نصوص فراتية إن كانت نصوص شعرية.
يعني مثل ما شفنا ومثل ما ذكرت من شوي، الرسومات اللي موجوده بقلب الكتاب هي بالابيض والاسود، ولكن المعرض ال 13 اللي راح يصير تحديدا من 17 بدار الندوه تشرين الاول لغايه 26 تشرين الاول بمعرض دار الندوه، راح يتضمن لوحات للفراتي جمعه الناشف. شو هي هاللوحات؟ لوحات الكتاب ولوحات اكريليك على الخشب، وفي في لوحه لوحه الغلاف اللي هي تشبه الكثير من وجه ابنتي، نعم، موجودة في المعرض، ومنحوتات حاملة الكتب وعازفة البزق برونز. المعرض 13 اسم الله، يعني نعم صحيح، بعد 12 معرض كم بالمعرض 13 كم رهيب عجيب، نتاج فني أخذوا بلدي الثاني لبنان بيروت بعد المنحوتات عم نشوفها من أعمالك. نعم الفراتي، خبرني هون شو هيدي المنحوتة، عن شو كنت بتعبر فيها؟ هي المنحوتة عازفة البزق، هي عازفة عازفة البزق، هي الخربشات اللي على الخشب، هيدا الوجع هون في احكي عن الوجع. هيدي اللوحة تحية إلى الشاعر الكبير بلال شرارة، كان في تكريم له تحية له أسبوعين في شهر اياد، منتدى شهر اياد للشعر. هيدي كمان خربشات جديدة عام 2018، غلاف الكتاب، هي غلاف الكتاب، نعم، هي يلي أنا حقيقة بلا لا شعوري حتى طلعت. المعرض حبيت تسميه كمان خربشات خلف القماشة. نعم المعرض هو المعرض وتوقيع الكتاب في عنوان واحد. ليش؟ خربشات خلف القماشة هو يعني شو بدي أقول لك، يعني بتضمن كتير. احدى القصص هي الهروب من الساحه الفن التشكيلي وصالونات العرض، للاسف صالونات العرض اللي عم بتسميها صالونات عرض. طبعا صالونات عرض، هي صالونات عرض، نعم هي صالونات عرض للفن التشكيلي، لكن للاسف صار الفنان التشكيلي هو يركض وراء اصحاب الصالات ليعرضوا له ويتملق و كرمال يعملوا له معرض. نعم الفراتي حقيقه مر بفترة قاسية جدا، يدخل ويعرض التجارب على صالات الفن التشكيلي، صالونات الفن التشكيلي، وللأسف يرفض الفراتي. لماذا؟ ليش؟ لماذا؟ ليش؟ في أسباب كثيرة، أنا ما بدي أحكي، في المافيا، التجارة، مزاجيات أصحاب الصالات، المحسوبيات، يعني حتى إذا بدي أتطرق للإعلام نفس الحالة، في الإعلام يعني أنا الحقيقة تلفزيون لبنان الوحيد اللي أنا من بداية أول معرض في عام 2002 متابعني لحد الآن، يعني حتى أنا عملت معرض ببنت جبال يمكن ما دعيت حدا لأنه نهار واحد، لو دعيت أنا تلفزيون لبنان لو لبنت جبال لكان إجا تلفزيون لبنان على شو اسمه. متابعني على كل حال، نحن من واجباتنا نضوي على الأمور الثقافية دايما. نعم. وكيف إذا كان الفن التشكيلي يعني عم نجرب قدر المستطاع، وخاصة من الأعمال اللي عم نشوفها على الهواء. شكر كبير لتلفزيون لبنان حقيقة، يعني تلفزيون رسمي دائما، التلفزيونات الرسمية بشكل عام بالعالم العربي في اهتمام للثقافة في شو اسمه، لكن للأسف يعني بقية الوسائل الإعلام كان صحافة وكان تلفزيون. خلينا نحكي عن اليوم بما أنه هلأ معرض 13، خلينا نشوف الأمور بإيجابية أكثر وبتفاؤل أكثر. الإنسان لما بده يكون، خاصة الفنان اللي بده يرسم وبده يعبر عن رسوماته، ما بينطر بنفس الوقت أنه يكون في مبادرة من أحد حتى يشجعه، تشجيع رح يكون ذاتي، ولكن التقييم هو أساس ونحن عم نقيم هيدا الفن. الفن التشكيلي هو أحد معرض 13 كم لوحة رح يتضمن؟ معرض 13 نعم كم لوحة رح يتضمن؟ حقيقة في عندي هلا لوحات الكتاب تقريبا شيء 45، ما يقرب 45 لوحة، لكن في عندي مجموعة كبيرة رح تنعرض شيء 80 لوحة. نعم كلهم بالأكريليك مرسومين؟ أكريليك وبالحبر الصيني على الكرتون كانسون. نعم الحبر الصيني كيف يعني؟ الحبر الصيني بالقلم، الحبر الصيني نعم قلم الحبر الصيني. يعني هلا اذا طلبت منك انا تخربش مثل ما شوي قلت لي، قلت لي ممكن بثواني تقدر ترسم شيء. ممكن ثواني، ممكن شو ممكن ترسم يعني هلا؟ مثل انا حضرت معي هاي خربشة، هاي قد ايه اخذت معك وقت تقريبا؟ شي نص ساعة او ثلاث، يعني ثلاث ارباع ساعة بالكثير. نعم
هيدا بالحبر الصيني. بالحبر الصيني. يعني هلا اذا طلبت منك ترسم شيء من خلال هيدا اللقاء او من خلال الاجواء اللي نحن موجودين فيها شو بترسم؟ حابب يعني هلا ممكن ارسم شيء جديد، مش جديد بس يا ريت تفسر لنا بس شو عم ترسم هلا بتبين لحن. هالقد سهل الواحد يرسم بالحبر الصيني ولا هالقد الفن يلي بداخلك مش سهل ما مش متمرس لدرجه انك قادر تنقله بطريقه سهله؟ في عنده باع في في في, في الفن يعني. انا انا خريج تفضل تابع. نعم 87 باخذ الشكل. نعم. العام. نعم. ثواني، لكن الخربشات هي هيدي. لما تعبي الفراغات هيدا هلا حتشوفي بلحظة ممكن. وهذا القلم هو ذاته اللي بتطلي فيه خربشات خلف القماشة. هو ذاته. نعم. فما تاخذ وقت كثير لوحة الخربشة حقيقة، ما بتاخذ وقت كثير. نعم. لكن بلشت تتوضح شوي. هون شو رسمت؟ وجه يعني عشر على السريع يعني عشر دقائق ممكن دقائق. عشر دقائق ممكن. نعم. يصير في خرب. نعم. يصير في لوحة. هيدا الفن اللي بيمتاز فيه الفراتي. هيدا اللوحة، هيدا اللوحة، هي الخربشات الحديثة العام 2018. نعم. بلشت الخربشات وغيط وتاخذ الحروف تطلع من هذه الاشكال. يعني كل واحد كل وجه بيعبر شيء مثل ما شايفين، كل واحد بيحكي شيء. نعم. حروف مثل ما شايفه بالامضاء بكعب اللوحه. نعم. بامضائك الخاص بشوف سمكتين. سمكتين. نعم. يا ريت نفرجيها على الهواء شوي، حتى انا لفتني لما مضيت لي الكتاب كمان. ليه هالسمكتين؟ السمكتين السمكتين هن بلاد ما بين النهرين. نعم. نهر الفرات ودجلة. نعم. السمكتين هن سمكتين المسيح لما طلع الجبل وطعم طبعا طعم اهل الضيعة كلها بهذه السمكتين. السمكتين هو الفراتي سمكة، والسمكة الثانية هو هي توأم الفراتي. نعم. هيدا دليل انك ابن الفرات. دليل انا ابن الفرات. وقديش متيم في الفرات، قديش عاشق للفرات، قديش عاشق لحتى مياه الفرات ونقاء الفرات وسمك الفرات واهل الفرات وطبيعه الفرات. نعم. كل عمل بتقوم فيه بتهديه لاهل الفرات؟ اغلب اعمالي لها علاقه في الفرات. دائما انا ولدت وترعرعت في ذاك النهر، فأكيد الفرات له كثير ودائما موجود في مكنونات الفرات، دائما في مشاعر وأحاسيس وما يتدفق من أنامل وأيادي الفرات. نعم. بختام هذا اللقاء بدنا نسمع شيء منك، قصيدة شعرية. ما بعرف شو محضر لنا. أنا حابب أقول فيني أقول نصين معلين؟ لا ما معنا وقت، اختار النص الأقرب لإلك. نص واللي بتحبه أكثر. رح أقول أكثر شيء، وهي أكثر شيء أنا بعشقها بنتي. نعم. ست الحنان الشهيدة. تفضل. ست الحنان هي موجودة معي دائما، تعطيني قوة كثير حقيقة. أنا أوتي بست الحنان شهيدتي. نعم. بنتي الله يرحمها. عطر وردة، عطر وردة تحاكيني بنبض القلب، وحروفي دموع وتنسكب، همس فوق الهمس بوسة، ورد فوق الورد نبضة، ما تدري قلبي فحة معطب، بالهوى جروح وقطب، مرمرة مخيطة بخيوط الزمن ومرمرة بكل المحن، تحاكيني بنبض القلب، تحاكيني بنبض القلب ساعة فوق الساعة، وقتي جر الوقت لوعة،
يا ليل العشق يا ليل العشق طولك بحر قلبي سواد كحلك وتحاكيني بنبض القلب ويفيض الحلم بنبض حكيا ويفيض الحلم عزف حرفة شكل المحب وجع سحرة ويا ليل العشق شطولك عطر الورد ينسم شطولك ويطبج الجفن فوق الجفن ويطبج الجفن فوق الجفن وتحاكيني بنبض القلب تذكرني تذكرني شكل المحب وسكتاته تذكرني شكل المحب وجنونه ويفز الحلم ويفز الحلم بنبض صحوه يوصل الليل بفجر شمسه ويصيح بعلات صوته فجر عشقه اني مدري بحلم اني مدري بحلم مدري بصحو اني مدري بعشق مدري بدفو ويحاكين الصبح ويفز الحلم بعطر ورده. الله يرحمها شهيده بطله على كل حال. اهلا وسهلا فيك الفنان التشكيلي الفراتي جمعه الناشف وكل التوفيق لك بالمعرض 13 اللي بيحمل عنوان خربشات خلف القماشه اللي يفتتح نهار الاربعاء ب 17 تشرين الاول وبيستمر لغايه 26. الافتتاح راح يكون على الساعه 6 والمعرض بيفتح ابوابه من اي ساعه لاي ساعه؟ من الساعه 10 للساعه 7 يمكن او 8 بس نهار الافتتاح للساعه 10 ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك وكل التوفيق لك. يا هلا. شكرا لكم وشكرا لتلفزيون لبنان يا هلا على هذه الاطلاله. مشاهدينا فاصل اعلان صغير ونرجع. امبارح بلشنا الساعة 5 بعد الظهر وما كناش مستنظرين عالم كثير لأن أول شيء كان نهار جمعة وثاني شيء كان الطقس نتفي ضباب وكل شيء بس تفاجأنا لأن عندنا عدد عن الناس فات شي 1400 شخص وكان الجو كثير حلو ومثل ما نكون شايفين هلا نحن اللي بعد الظهر الجو كثير حلو في ناس كثير عن يجوا يشتروا ياكلوا مبسوطين كثير وإن شاء الله على شيء تعجب بعد أكثر شوي. في منتوجات الموني، في عندك التفاح على كل انواعه، حتى شفت في خوخ مؤخر كمان عم ينباع، وفي منتوجات الموني في دبس الرمان وفي دبس العنب ودبس التفاح، في زعتر، في زيت، في كل شيء بتحتاجه للموني، الموني البلديه موجوده للبيع. حاطين نحن العاب للاولاد جوغون فلابل وكل شيء والاولاد امبارح شفتهم بقوا النص ليل اهلهم صاروا يحمقوا لين تاخذون على البيت من يبقوا هون ونحن بننبسط بكل واحد اجى لعنا لهون يشوف السوق يشوف الضيعه ويتبضع من فواكه بسكنتا وخاصه التفاح. أنا اسمي سيرينا صليبة وأنا جيت من بتغرين تأحضر هيدا المهرجان وأول ما فتت واو لعن جد واو إنه كثير حلو والتفاح كمان. بونجور أنا كلوي صليبة جاية كمان من بتغرين خاصة تشوف مهرجان بسكنتا والتفاح دقة التفاح كثير طيب كتير حبيت. هاي نايك سروينة جاية من أنتلياس بس كرمال أحضر مهرجان بسكنتا مهرجان التفاح كنت بتمنى لو الكل بيكون هون أجواء بتعقد كيوسكات وين ما كان وألعاب للولاد. أنا كل يوم عم بجي على هالمهرجان وبشجع رئيس البلدية تبع بسكنتا يضل يعمله وتفاح بسكنتا كتير طيب وبنصح الكل بكرة أو اليوم عشية يطلعوا ويشوفوا هالمهرجان ودوقوا تفاحة بسكنتا. جاي من ألمانيا جينا على المهرجان هون على بسكنتا تنشجع التفاح والمنتجات اللبنانية. المهرجان كتير حلو
ونبسطنا كتير، والمنتجات كتير مهمة وخاصة لبنان وللاقتراب تا يعرفوا اش في بلبنان واش في شيء قوي بلبنان. دقنا التفاح ودقنا العصير ودقنا العسل ودقنا كل شيء، وكتير كتير اشياء رائعة والاسعار منيحة، واشترينا اشياء كمان تناخدها معنا. كتير حلو انه الضيعة كلها عم تلتقى مع بعض، حتى ناس من برات الضيعة كمان عم يجوا يشجعوا الصناعة المحلية والوطنية، خاصة قطف التفاح او برودكتس كمان موجودين هون بالمنطقة، فبيدعم المنطقة واهلها. انا كتير مبسوط انه اكون هون وعم بدعم هالمهرجان. نحن بدوزيام اديسيون من الفستيفال يلي بيختلف انه صار عنا خبره اكثر، خبره بالتنظيم اكثر، خبره بالتنسيق، وخبره بكيف نسوق للفستيفال. هذا يلي ميز هالسنه عن سنه الماضي، ومثل ما بتشوفوا غيرنا كمان الموقع لنكون حاصرين ب يعني كل الضيعه تقدر تجي على الفستيفال بنص بسكنتا، يعني ما حدا بقى عنده حجه انه هون بعيد علي او لا. هيدا اول شيء، وكمان تسهيلا للعالم يلي بده يجوا من بيروت. سنتر بسكنتا معروف دغري، وصوله كتير هين، والطرقات كلها مأمنه، واكيد في على الطرقات كمان اشخاص مهتمين ليدلوا العالم وين الفستيفال. التجاوب كان كتير منيح مثل ما انك شايف، في كتير عالم عم تجي منا لحالة بلا ما نحن نروح نقول او يجوا، صار كلهم لحالهم عم بيجوا تيتبرعوا. نحن عادة كل الـ هيك مهرجانات وهيك ايفنتات عادة بنغطيها، لانه اصلا بيكون في كتير عالم، اذا بدك من عمر ال 18 شباب بيكون عندهم الحشرية يعرفوا وعبالهم يتبرعوا او يساعدوا بحيالله شيء ممكن. هو كل كيس بيساعد 3 اشخاص هيك نحن بنحسب، بس صاروا 6-18 شخص. هو كتير منيح كل العالم تتبرع بالدم كل شهرين تينضف جسم تيدلون هيلثي صحية كل الوقت نشيطين، وخصوصا العالم اللي عندهم زيادة دم بجسمون. صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا متابعين بلقائنا الصباحي من أحلى الصباح، وما تنسوا تتواصلوا معنا عبر صفحاتنا الخاصة دايما على الفيسبوك إنستا، وحتى تتواصلوا معنا عبر التويتر. كتار من الأشخاص لما بدهم يوصلوا لمرحلة معينة يعرفوا أنه المرض ما في له علاج أو ما في شفاء لمرض معين، يمكن الحالة النفسية بتتأزم أكتر، يمكن الظروف الاجتماعية والحياتية بتتغير للأسوأ، ولكن لما يكون في حدا حدنا وعم بيساعدنا ويوقف وبيدعمنا أكيد حياتنا بتصير أفضل. أكيد هون تحية كتير كبيرة بدي أقولها لرئيس الجمعية اللبنانية لمرضى التصلب اللويحي اللي سبي اللي دايما وقفي حد كل مرضى التصلب اللويحي، ومؤخرا افتتح مركز تحديدا لمرضى التصلب اللويحي بالمستشفى اللبناني الجعيتاوي برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة بحكومة تصريف الأعمال غسان حصباني. من هيك بصير نستضيف معي اليوم باستوديو جين خير الله كوسا رئيسة الجمعية اللبنانية لمرضى التصلب اللويحي. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بالبداية يعني لما بنحكي عن هذا المرض اللي بيصيب فئة عمرية معينة بين 18 و40 سنة، مرض ما له علاج وما في منه شفاء، خلينا نحكي بالبداية عن هالمرض شو هو على السريع. أوكي. أول شيء صباح الخير لكل المشاهدين. بدي أقول لهم أنه صحيح ما في شفاء كامل لحديث هلأ، ولكن هيدا المرض هلأ عم ينشغل عليه بشكل كتير كبير من قبل كل شركات الأدوية والعلماء بالعالم كله، ولقيوا أدوية بتقدر تجمد تطور هالمرض. يعني هيدا المرض وقف تطوره هلأ، وصار في أدوية جديدة تخليهم يعيشوا بأمل، أمل جديد. ونحن من مهمات جمعيتنا أكيد أنه عطول نزرع لهم هالأمل هيدا. رح فسر باختصار أنه هيدا المرض هو بيضرب الجهاز العصبي المركزي بالجسم، مع أنه أنا مني طبيبة بس رح أقوله يعني بطريقة مقتضبة.
بيضرب وظائف العصبية، بتأخر مثلا من المشي، من حركة الإيدين، من النطق، بيصير في تنميل، بيصير في غبش بالنظر، مناطق معينة عصب العين يعني، عصب العين طبعا بخف، بينضرب عصب العين وبيبطلوا يقدروا يشوفوا أوقات بعين واحدة، أو أوقات مثل ما حكيت يمكن الحركة يعني الموبيليتي عندهم بتتأخر، ولكن مع هالأدوية الجديدة برجع بكرر الحمد لله عم يقدروا يوقفوا مطرح ما، وما عم يتطور، ما عم يتفاقم هالمرض مع الوقت. شو هي أسباب هيدا المرض؟ لحديت هلأ ما في سبب معين، يعني العلم لحديت هلأ ما توصل لسبب مرض التصلب اللوحي من وين بيجي. في جزء صغير هو ممكن يكون وراثي، ولكن جزء كتير صغير، الأكترية ما عندهم يا وراثي، ولكن بعد مش معروف مصدره من وين يعني. لا لحديت هلا، لانه لو نعرف مصدره من وين كان التقى الدواء اللي شافي كومبليتلي. نعم. ولكن هو مرض غير مميت، غير مميت ابدا، ولكن أبداً. يشل عضلات الجسم كليا. في اوقات بيقدر يوصل الى اعاقه، يعني مع تطور الوقت في اوقات بيقدر يوصل الى اعاقه، ولكن برجع بكرر هالعلاجات اللي عم ياخذوها هلا المرضى ونحن حدهم بكل شيء، عم يقدر يجمد الوضع. نعم. معلي بعرف ما انك دكتور، ولكن من خلال خبرتك كرئيسة الجمعية اللبنانية لمرضى التصلب اللويحي، وعم بتتعايش عم بتكوني موجودة مع المرضى يلي موجودين بقلب الجمعية، شو هي نوبات وأعراض هيدا المرض؟ نوبات وأعراض هيدا المرض، أوقات بيغبش نظرهم لمدة جمعتين، أوقات بتنشل حركة إيدهم، بتنمل وبطل فيهم يحركوا إيديهم، أوقات إجريهم، أوقات المسالك البولية بينضقروا، بيجيون نوبة. هلأ هو شو هو المرض؟ هو مثل بؤر تجي على الدماغ، أوكي؟ بتضرب الإشارات الكهربائية بين الدماغ والوظائف العصبية بالجسم، مش أوقات يعني مش كل الأوقات كل المناطق، لا في كتير أوقات بتتفرق، يعني أوقات الإجر، أوقات الإيد، أوقات العين، أوقات النطق، هيدا هي النوبات. بيجوا بياخدوا علاجهم، بيفوتوا على المستشفى بياخدوا علاجهم لمدة قليلة، وبيرجع مادة الميالين بالعصب اللي هي بتنضرب بهالنوبة هيدا بترجع لمطرحها. في أوقات بيكون في شقفة منها هالمادة الميالين ما رجعت مزبوط، بينضرب مطرح العصب. مريض التصلب اللويحي كيف بيعرف أنه هو مصاب بهالمرض؟ بده يروح عند بتوجه عند طبيب أمراض دماغ وجهاز عصبي، يعني إذا حس بتنميل قوي بجسمه، نعم. إذا حس ما عم يقدر يمشي، إذا حس بغبش بعينه، بده يتوجه عن طبيب أمراض دماغ وجهاز عصبي. هيدا هي من أعراض المرض. وشو هي الفحوصات اللي بقوم فيها؟ أنا ما بعرف شو هن الفحوصات مزبوط، بعرف أن بيعملوا فحوصات ERM لراسهم، نعم. أوقات دودة الظهر بيتاخد مي منها، ما في أحكي تفاصيل كتير طبية، بس اللي بعرفه أنه نحن كجمعية عم نعمل حملات توعية مع دكاترة مختصين. يعني كنا بطرابلس من سنة الماضية، طلعنا على النبطية، طلعنا على الزريرية، رحنا على شتورة، وهلأ عنا بصيدا بثلاثة نوفمبر ببلدية صيدا كمان في طبيب أمراض دماغ وجهاز عصبي من المنطقة، بدهم يحكوا عن المرض وعن أعراضه تكل الناس تجي تسمع وتعرف إذا حسوا بأي عارض من هالعوارض اللي حكيتهم، نعم. يقدروا يتوجهوا لطبيبهم. نعم. أكيد ما بدنا نخوف كتير الأشخاص، يعني مش مجرد ما حسوا بتنميل بإيديهم يعني معناتها هن مصابين بهالمرض. أكيد. ممكن يكون في، بس إذا طولت كتير بتمنى عليهم يتوجهوا لطبيب العائلة اللي عندهم، طبيب العائلة بيوجهون اللي هو طبيب أمراض دماغ وجهاز عصبي. خلينا نحكي شوي عن جمعية لبنانية لمرضى التصلب اللويحي، أمتين تأسست هالجمعية، ومن المعروف مثل ما معروف أنه هي بتساعد الأشخاص المصابين بهالمرض. نعم. شو الهدف من وراء الجمعية؟ نحن هالجمعية تأسست سنة 2012، تأسست تتوقف إلى جانبهم. هيدا المرض ما كان معروف قبل. إذا كنت تمشي بالطريق وتسألي شو يعني تصلب لويحي، الناس ما كانت تعرف شو هو هيدا المرض. كان عنا مثل حتى واجب. في نسبة كتير كبيرة بعد لهلأ ما بتعرف كمان شو هو هالمرض. أنا بزعل لما بعرف أنه في بعض ناس ما بيعرفوا شو يعني تصلب لويحي. صار لي 6 سنين عم ناضل أنا وهالستات اللي معي 6 سنين تننشر مسج انه في ناس عندهم تصلب لويحي، ما عم نقصر، عم نبرم على المناطق اللبنانية، عم نطلع على التلفزيون، عم نجرب ان نحكي بالمجتمع اللي نحن قاعدين فيه انه في ناس، في شريحة من العالم بدنا نوقف حدها
في شريحة من الناس بدنا نوقف حد عندهم مرض تسلب لويحي، هني كان عندهم خجل انهم يطلعوا، كان مثل تابو عندهم ياه، قدرت هالجمعية تمحي طيات هالخجل وتطلعهم على السطح على النور، قدرت تكون الحضن الدافئ لإلهم تحضنهم وتلتف حول مشاكلهم النفسية اللي كتير أوقات بيعانوا منها هني وأهلهم. يعني قدرنا نخفف من وطأة هالأسى اللي عم بحسوه، كنا حدهم بمساعدة مادية بمساعدة معنوية، ماديا لأنه كتير غالية كلفة العلاج كتير غالية، كلفة العلاج هي بتكلف بالشهر وحق الدواء $3,000 بالشهر، ولكن مشكورة وزارة الصحة والضمان الاجتماعي يلي عملوا تقليص لسعر هالدواء وقدرنا نحن كجمعية نغطي الفرق ماديا. يعني نحن هلأ بنساعد حوالي 800 مريض عم نساعدهم بفرق العلاجات بدون أي مردود مالي. بدون أي مردود مالي طبعا نحن بنعمل فاندريزنج، بنعمل تمويل ذاتي، بنعمل حفلات، بنعمل سينما أوقات نقدر نجيب مصاري، ومشكورة كل الأيادي الخيرة اللي عم تنمدلنا. أنا عم جرب أحمل هالرسالة صار لي 6 سنين عن جد، تجرب أنه ساعد هالشريحة من العالم أنه يقدروا يستمروا بحياتهم ويعيشوا بشكل طبيعي، والأكترية الحمد لله عم بيعيشوا بشكل طبيعي، عم بيروحوا على شغلهم، عم بيمارسوا حياتهم، ولكن لما بيصير عندهم كريزة أكيد بيلتجئوا للجمعية نحن نضلنا واقفين حدهم. ليش اليوم تم افتتاح مركز للتصلب اللويحي بمستشفى الجعيتاوي بإدارة طبيب أمراض الأعصاب البروفيسور سلام كوسا؟ هل لأن الجمعية بطلت قادرة تتحمل عبء عدد الأشخاص المصابين بهالمرض؟ أبداً. مهمة مركز التصلب اللويحي بمستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعة هي شيء طبي وعلمي، ونحن جمعية الأليسب هي الشق الإنساني، الشق الإنساني يلي نحن بعمرنا ما فرقنا بين أي مستشفى ومستشفى ولا أي طبيب وطبيب ولا مريض ومريض، نحن بنساعد من الجنوب للشمال للبقاع للجبل لبيروت. ابدا مركز التصلب اللويحي هو اجى لهم مثل مستشفى صغيره لهم مصغره يعنى بشؤونهم الطبيه والعلميه، هو مستشفى، هو مش مركز انساني او جمعيه خيريه. الجمعيه الخيريه هي نحن، انا والستات اللي معي اللي مشكوره جهودهم لمدى 6 سنين عم نجرب نساعدهم بتغطيه كلفيه العلاج مثل ما قلنا، علاجات فيزيائيه، فحوصات رنين مغناطيسي اللي المريض بحاجه إلا نحن، بس مساعدهم بكلفة الفحوصات المخبرية وهالقصص اللي حكيت عنها. وبتم التعاون مع المستشفى؟ أكيد أكيد نحن بنتعاون مع كل المستشفيات، أكيد نحن هلأ صرنا منتميين لمستشفى الجعتاوي، بس مش بس لإله، نحن بنساعد مرضى من كل لبنان من جنوب لشمال مثل ما ذكرت قبل شوي. وبلبنان لليوم في تقريبا 2000 إصابة بمرض التصلب اللويحي، بيقولوا من 2005 ل 2500 ل 3000 عم بيقولوا. نحن بالجمعية عنا 1100 مريض، 1100، لأنه مثل ما حضرتك تفضلت وقلت أنه لازم يصير في حديث عنه أكثر. سألتيني ليش بعض الناس ما بتعرف عنه أكثر، بس مبدئيا بجهود أليساب وبجهود الأطباء قدرنا نخبر شوي أكثر بين جو المرضى، صاروا يعرفوا فينا أكثر ويجوا لعنا، لأنه نحن بنقوم على نشاطات على مدار السنة. هلأ بنعمل غدا لعيد الميلاد، بنعمل إفطار رمضان، بنعمل مؤتمرات طبية وعلمية، بنستقطب خبرات لبنانية وأجنبية وبيجوا بيسمعوا عن تطور العلاجات لمرضهم على مدار السنة. نعم. خلينا نشوف الفيديو عن افتتاح مركز التصلب اللويحي. بدي أشكر نحن وعم نشوف الفيديو برعاية ونسور، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة بحكومة تصريف الأعمال غسان حصباني. رح نشوف الصور ونعلق الصور عليها سوا نحن وياك. بدنا نشكر الأخت هادية أبي شبلي و لحضرتها هلا طالعه، الحضور كان كثيف، كان في حضور رسمي وحضور المرضى من كل لبنان، مدير مستشفى الجعتاوي البروفيسور بيير يارد اللي هو عميد كلية الطب، ومره قبل شوي البروفيسور سلام كوسا كمان عم يحكي عن خدمات المركز الطبي اللي رح تنعطى، وهيدا الحضور بأكمله. ومعالي وزير الصحة مشكورة جهوده كلها لوقوفه إلى جذبنا على مدى هالسنين.
اليوم جين اذا بدي احكي شوي عن هيدا المركز بمستشفى جعيتاوي، هل لانه صار العدد هالقد كبير مش قادرين يصير في دمج للمرضى بهيدا المرض مع المرضى التانيين بقلب المستشفى، من هيك خصصتوا لهم مركز خاص فيهم؟ لا هو ولا في علاج خاص لهم لازم يتلقوا غير عن المرضى؟ مزبوط، هو بس تيحسوا حالهم انه هن بمركز لهم خاص فيهم، يعنى بشؤونهم دغري ديركت، يعني بيوصلوا عن طبيبهم دغري، بيوصلوا على شو طلبهم يتحقق بسرعة. مثلا إذا راحوا على يمكن مستشفى عادي يمكن أنه بدهم يوصلوا على مكتب الدخول، بدهم يمرقوا بمراحل قبل، هون صار دغري بيوصلوا على مركز لهم، وراءهم بتتحضر بسرعة، سؤالاتهم بتتجاوب بسرعة. يعني نحن مش معناتها أنه العلاجات هي بتتاخد بكل مستشفيات لبنان، ولكن هيدا المركز بحسوا حالهم أنه هن يمكن بيوصلوا دغري لمبتغيهم بوقت أسرع. نعم، وهذا المركز رح يساعد أطباء المستقبل من ناحية الأكاديمية حتى يصير في عندهم خبرة بهيدا المضمار تحديداً، ويفتح لهم أبواب جديدة طبعاً، لأنه مستشفى لبناني اللي جعتاوي هو مستشفى جامعي. تلاميذ أكيد كلها عم تمره وكله بده يجي يساعد وبده يوصل على مركز التصلب الواحي ويتعلموا طب فيه كمان ويساعدوا طبعاً المرضى، يصير عندهم خبرات للمستقبل طبعا. نعم نعم، ومن اهدافكم كجمعيه انكم تكسروا جدار الصمت وما يخاف الواحد يقول انه هو مريض بهذا المرض. اكيد نمحي طيات الخجل. نعم، هيدي قلت ذكرتها قبل شوي، لازم على طول هن يضلوا على الضوء، ولا شيء المرض منه قافه ابدا، المرض هو نعمه، المرض لازم واحد على طول يقول انا موجود وانا هون ونحن بنتغلب على المرض سوا. نعم، هيدي وظيفتنا اكيد، نرسم افق جديده وطريق معبده بالصحه ان شاء الله للجميع. ان شاء الله اكيد. قد ايه كمان قادرين تساعدوا الاهل حتى يتقبلوا الظروف الصعبه؟ نحن اصحاب مع المرضى ومع اهلهم، وكل الاكتيفيتي اللي بنقوم فيها بيجي المريض واهله على طول، بنحرص نقول له انه اهلك بيجوا معك على طول لنقدر كلنا نتساعد سوا يتخطوا صعوباتهم حتى يتعايشوا كمان مع هذا المرض بشكل افضل، ان كان الاهل وان كان المصاب بالمرض، لانه مثل ما معروف مثل ما ذكرنا من شوي انه ما في شفاء لمرضى التصلب الواحي 100%. اليوم برأيك جين مثل ما ذكرت من شوي انه بعد لحديت هلأ الوعي منه كافي عن عدد كتير كبير من الأشخاص رغم كل حملات التوعية اللي عم بتقوموا فيها، برأيك شو السبب؟ لأنه مرض هو بعده منه كتير معروف، نحن عم نجرب نشتغل تنخليهم يعرفوا أكثر عن مرض، عن هيدا المرض، المجتمع اللبناني والمجتمع بالعالم كله. بأيار مثلا، هاتيكي مثلا، نقوم باليوم العالمي للتصلب الويحي بنشاطات ضمن المجتمع برا، يعني مثلا السنه الماضيه عملنا يوم عالمي ببيروت سوكس، هو بصادف اليوم العالمي للتصلب الويحي ب 27 ايار مثلا. نعمل شيء بالابي سي، بمول الابي سي، ببيروت سوكس، بكارفور ان شاء الله السنه، بالسيتي سنتر، تنوصل للناس العامه، يعني العام اللي ماشي ورايحه وجايه على الشوبينج مولز يعرفوا انه في مرضى عندهم تصلب لواحد بدنا نوقف حدهم. عم نجرب يعني ننشر هالرساله بقدر ما فينا، انا عم جرب انا والستات اللي معي نطلع على التلفزيون نحكي، نطلع بالجرايد، نطلع على الفيسبوك. بدي كثير اقول شيء مهم، انه السوشيال ميديا بتلعب كثير دور مهم كمان بالتوعيه. نحن عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها لاسوسياسيون ليبانيز كونتر لسكليروز اون بلاك، وعندنا ويب سايت اسمه www.alicep.org. بتمنى عليهم يفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الويب سايت ويشوفوا نحن شو بنشتغل ويلاحقوا اخبارنا. وبدي اقول لهم انه نحن مركز، نرجع نسكر بصفحتهم الخاصه على الفيسبوك، هي لاسوسياسيون ليبانيز كونتر لاسكليروز اون بلاك. اكزاكتلي، يعني بدهم يفوتوا على الصفحه ويشوفوا كل التفاصيل اللي عم تنزل. اكيد في حال حابين ياخذوا معلومات اضافيه، هل في رقم خط ساخن حتى يتصلوا؟ الخط ساخن هو 01 نعم 614715 أو 70 899 544.
رح ارجع اذكر بارقام التليفون على السريع اللي هي 01-614-715 او 614-715 وعلى 70-899-544. نعم، انا بتمنى حتى الناس اللي عم تسمعنا، حتى الخيرين اللي بحبوا كمان يساعدوا، لانه انا بشد على ايد كل حدا بيساعد محتاج او مريض، كيف اذا كان المرض هو حاجه ملحه. نعم، الله يشفي كل مريض على كل حال، وان شاء الله ما حدا بتصيبه او بدقه شوكه مثل ما بيقولوا. امين امين، ونحن حدهم بكل الوسائل الموجوده بين ايدينا مثل ما قلت تنرصف طريق معبده بالصحه. رح يكون في سلسله محاضرات طبيه خاصه باليوم العالمي لمرضى التصلب اللويحي، رح تجربوا من خلالها، خاصه رح يكون في اطباء لبنانيين رح يجربوا يحكوا عن هذا المرض، يقوموا بحملات توعيه اكبر عن هالمرض حتى كمان يعطوا نتائج حول ما توصلت اليه البحوث الاخيره بالنسبه كان للعلاج او وين صار هيدا المؤتمر. رح ينعقد ب 19 تشرين الأول بمستشفى الجعتاوي. هار السبت ب 19 الأول. نعم، في استقطاب لخبرات أجنبية، ناس واصلين لآخر العلاجات الجديدة بمرض التصلب اللويحي بإدارة البروفيسور سلام كوسا، يلي عاملين مؤتمر للطب، يعني بدعي كل طبيب بحب يجي ويتعلم أكثر عن مرض التصلب اللويحي وياخذ معلومات جديدة ومتطورة يجي يحضر يسجل اسمه بالمؤتمر اللي حيقام نهار السبت الواقع ب 19 تشرين الأول بمبنى مستشفى الجعتاوي. شو آخر البحوث اللي توصلها الطب تحديدا بهالموضوع؟ هلا أنا ما في أحكي طب كثير، أنا بالإجمال حاسة حالي اليوم حكيت طب شوي زيادة عن معلوماتي. عم نعطي حملة توعية تبري حالك. إنه أكيد توصلوا. نعم. طبعا توصلوا لعلاجات جديدة، عم تقلي في أدوية طبعا عم تطلع أجد وأجد كل سنة عن سنة، ونحن عم نواكبهم بكل شيء، وأنا عم بحرص كمان كل سنة إنه جيب مثل ما قلت قبل شوي خبرات تعلمهم كيف يتعايشوا مع مرضهم بشكل أفضل، من علاجات فيزيائية لمعالجين نفسيين ولمعالجين طبيين. على كل حال خليني أذكر على السريع بالمركز الاليساب وين وجه موجود؟ مستشفى أوتيل دو. إلى جانب مختبرات سان جوزيف بناية جبارة طابق الرابع، والتليفون 01-614-715. نحن متواجدين كل يوم من 9 لساعة 3 بعد الظهر. نعم، أو على 70-899-544. Exactly. نعم، شكرا لوجودك معنا جين خير الله كوسا، رئيسة الجمعية اللبنانية لمرضى التصلب اللويحي اليساب، وألف مبروك افتتاح المركز الطبي لمرضى التصلب اللويحي بهذا المركز. إن شاء الله يقدر يساعدهم. نعم، وكل سؤالاتهم الطبية والتطور العلمي حنواكبهم فيه بهالمركز إن شاء الله. نعم، شكرا وأهلا وسهلا. الله يعطيكم العافية. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لختام لقائنا الصباحي، بدي أشكر متابعتكم لنا، أكيد موعد جديد بنعطيكم إياه بكرة إذا الله راد، لنا لوقتها ضلوا بخير.